السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، وهذا هو الجزء الثامن من سلسلة أهل السنة أهل الدليل والبرهان القاطع، هم أهل الحق ودينهم بني على الأدلة الصحيحة من الأهواء والبدع. ومن جملة ما هم عليه أذانهم في الصلاة، فهو مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبه أذن بلال وأبو محذورة وابن أم مكتوم عبد الله وغيرهم رضي الله عنهم، فكان هذا أذان المسلمين. غير أن الغلاة من الإمامية الاثنى عشرية قد زادوا في الصلاة في الأذان زيادة كعادتهم في البدع التي بنوها على عقيدة الولاية والإمامة، زادوا الشهادة الثالثة في الأذان، وهي أن تقول أشهد أن عليا ولي الله. قد يقول قائل هذه مسألة يعني فرعية، لماذا تثيرها؟ أقول أيها الإخوة، بعد أن انتهينا من التوحيد والخلل عند المراجع فيه، ثم أركان الإسلام والخلل عندهم فيه، ذهبنا إلى الصلاة. فكان يوم الأربعاء الماضي موضوعنا صلاة الجمعة في الدين الإمامي المعاصر، واليوم نبين لكم أيضا في الأذان، فهي جزء أو شيء متعلق بالصلاة وعبادة متعلقة بالصلاة. إخواني في الله، من أين أتى الشيعة الإمامية بهذه الزيادة في الأذان، زيادة الشهادة الثالثة في الأذان؟ الجواب من عند أنفسهم، لم ترد عن نبينا صلى الله عليه وسلم إطلاقا، ولا حتى عن علي نفسه رضي الله عنه وأرضاه، ما ورد عنه أنه كان يأمر بزيادة الأذان أو بزيادة الشهادة الثالثة في الأذان. وهي من الأدلة على أن هذا الدين بدعه كثيرة واختراعاته كثيرة وليس عليها دليل، ويتبين بها ثبات أهل السنة على الدين الصحيح واختراع الإمامية في كل جزء من أجزاء هذه العقيدة وأجزاء هذه الأركان، أركان الإسلام، في باب العبادات، في باب العقائد، ربما حتى في باب الأحكام تجدونهم يتلاعبون ويخترعون. أيها الأحبة، سأعرض لكم أذان الإمامية الاثنى عشرية، ولكن بعد فاصل قصير، كونوا معنا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الأذان الشيعي أيها الإخوة المعاصر أصبح كأنه خطبة مش أذان. جملة من العبارات التي يدرجونها بأهوائهم في الأذان، بأي دليل؟ بلا دليل، لا يوجد عندهم دليل، دينهم هواهم، لا ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا هذا الأذان من العتبة المسمات زورا، العتبة الحسينية، والحسين منها براء والحمد لله الذي جعل قبر الحسين مجهولا، فاتخذ هؤلاء هذا القبر المنسوب إليه يزعمون أن فيه الحسين رضي الله عنه وأرضاه. على كل حال، خلوني أعرض لكم هذا الأذان. شوفوا يا جماعة الخير، هذا مؤذنهم في العتبة، سرعت الصوت شوي لأن يمط طويلا وربما يزداد علينا الوقت بسبب ذلك. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما،
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن أمير المؤمنين عليا وأولاده المعصومين حجج الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يعني باقي بس يضيف لها: نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، ويسوي له لطمية زيادة. سؤالنا الذي نطرحه على الشيعة هذه الليلة: هل هذا الأذان هو أذان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم لا فقط. لا نريد أن نزيد في الكلام. إن كان هذا من الإسلام فالرسول قد أذن صلى الله عليه وسلم، قد أمر بالأذان، أذن بين يديه بلال وابن أم مكتوم وأبو محذورة وغيرهم، فنحن نقول الأذان شرع في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يؤجل عند الأئمة. فنحن نسألكم هذا السؤال: هل هذا أذان رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ دعك من الزيادات والتسبيحات والصلوات والإضافات والشهادة الأولى أشهد أن علي ولي الله، والشهادة الثانية الثالثة، والشهادة الرابعة أشهد أن عليا والأئمة الحجج من بعده أولياء الله. ما ودكم تذكرون نرجس بعد، وتذكرون السيستاني؟ ترى ممكن يسووا لها تحديثات مستقبلا. شنو دينكم يا مراجع الشيعة؟ ما هو دينكم؟ نسألكم هذا السؤال، نرجو الجواب. سأفتح مجال الاتصالات، ولكن بعد أن أبين لكم اعتراف واحد من أعلامهم، اعتراف أحد أعلامهم الكبار عندهم ابن بابويه القمي الملقب بالصدوق، يلعن من أضاف الشهادة الثالثة في الأذان، ويتهم من سماهم بالمفوضة. هذا كتاب من لا يحضره الفقيه، وهو أحد الكتب الأربعة المعظمة عند الشيعة. انظروا ماذا يقول: يذكر الأذان الشيعي، الأذان عندهم الله أكبر إلى يعني نفس أذان المسلمين بزيادة حي على خير العمل، ليس فيها الشهادة الثالثة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. وين أشهد أن علي ولي الله؟ لا توجد.
ليس هذا في أذانهم أبدا، ولم يرد ذلك برواية صحيحة. ثم يقول قال مصنف هذا الكتاب اللي هو الصدوق: هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه، والمفوضة لعنهم الله قد زادوا أخبارا وزادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله مرتين، ومنهم من روى بعد بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين، إلى آخر ما قال. الصدوق يلعنهم، يقول المفوضة زادوها. الصدوق صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه، أحد الكتب الأربعة، يلعنهم. الأذان الشيعي اليوم أذان مفوضة ولا أذان المسلمين؟ جواب يا شيعي. يلا الحين بفتح مجال الاتصالات، وهذا محورنا هذه الليلة، و يعني على ما تفتح يعني مجال الاتصالات أقول للأحبة التزموا يعني محور الطرح. موضوعنا في الأذان الشيعي، أين هذه الزيادة الثالثة في زمن أو الشهادة الثالثة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حي هلا بالجميع، حياكم الله إخواني. ومن أراد الاتصال فليتصل عبر معرف التليجرام، يدخل على التليجرام ويكتب هذا الاسم الموجود على الشاشة بالإنجليش، وسيجد صفحة برامج فراج الصيبي، يدخل عليها ويتصل فيصلنا، فيصل الاتصال. طيب تفضل يا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ فراج الصهيبي معك. طيب ما هو الموضوع اليوم عن الأذان؟ يعني انت عارف الموضوع، تفضل. طيب ما هي اشكاليتك؟ هل كان أذان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه موجود فيه أشهد أن عليا ولي الله؟ طيب وإن كانت إضافة يعني وين المشكلة؟ أنا أسألك فقط، هل كانت الشهادة الثالثة موجودة؟ لا ما كانت موجودة. طيب نعم. في زمان الخلفاء الراشدين ومنهم علي بن أبي طالب، يعني في زمان خلافة سيدنا علي رضي الله عنه، طيب هل كان طيب يأمر المؤذنين بأن يشهدوا أن عليا ولي الله؟ أعتقد نعم كانوا يؤذنون. حلو، هات الدليل. الدليل؟ نعم. شنو مشكلتك انت بالأذان مثلا؟ لا 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 انا الحين ما عندي مشكله، مشكلتي الدليل بس، عطني الدليل. انت قلت علي في زمانه يامر بالشهاده الثالثه ان تؤذن، اي يؤذن بالشهاده الثالثه، تفضل عطني الدليل. طيب اذا اعطيك الدليل يصير شيعي ولا شنو؟ انا متبع لسيدنا علي، هو قدوه لي. طيب اذا هو قدوه لك يعني ليش تشكل على هذا الاذان؟ لانك مخترعها من عندك، ما فعلها علي. لا لا لا، شنو مخترعها من عندك؟ يلا اثبت خلاف ذلك، اثبت خلاف ذلك. انت ادعيت ادعاء خطيرا فزعمت ان سيدنا علي هو من امر بالشهاده الثالثه في الاذان، وهذا كذب على سيدنا علي، وهذا من يفترض من يخترع ذلك على سيدنا علي لا يحب سيدنا علي. طيب خليك معي. تفضل. لا إله إلا الله، بيطول ليلك عشان تجيب عن سيدنا علي هالأذان المخترع. والله الصراحة يعني موضوعك اليوم يعني ما في كل شيء مهم، ما في الأذان إيه يعني إيه في أنا الحين صار أهم شيء عندي إني أبين أنك كذبت على سيدنا علي، هذا أهم شيء. أنا كذب؟
نعم افتريت طيب عليه. واللي يكذب على النبي افتريت على سيدنا علي. لا لا مو موضوع اللي يكذب على النبي. انت الان زعمت ان سيدنا علي اذن او اذان سيدنا علي في زمانه انت الان كان يامر بالشهاده الثالثه بالاذان. قدم دليلك. طيب اول شيء هذا الشيء يعني زين ايش رايك باللي يكذب على النبي؟ لا 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 ما يعني هذا موضوعه هذا موضوع ثاني. انا مع اللي يكذب على سيدنا علي الان. ايش رايك باللي يكذب على سيدنا علي؟ طيب هسه تشوفون اللي يكذب خليك معي. اي لا ما يخالف انت قول لي ايش رايك باللي يكذب على سيدنا علي يفتري عليه. زين وايش رايك باللي يكذب على النبي؟ مو موضوعنا الحين، موضوعي سيدنا علي الان. في واحد كذب على سيدنا علي وقال انه كان يزيد في الاذان الشهاده الثالثه، ايش رايك في هذا؟ من اللي قال؟ والله واحد ما ادري جاي من الواقواق من موزمبيق ما ادري والله. مر عليك هذا؟ اها ما مر عليك؟ اخاف البخاري المجوسي. لا لا مو البخاري. يلا الحين قاعد تلاعب بالافتراء على سيدنا علي، اما تخشى الله عز وجل؟ الله والله يا شيخ انا اقول لك كلمه صراحه. لا تقول لي كلمه، جاوب وين دليلك؟ طيب الحين بجاوبك اسمع. ايه تفضل. طيب ايش رايك بعائشه حينك؟ ايه روح روح اكذب على علي وطعن في عائشه. هذه 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 هذا دينك، هذا دينك، هذا قدركم، هذا قدركم، لستم من امه الاسلام، هذا قدركم. شفتوا؟ شفتوا الدين الشيعي أن دين مكذوب على سيدنا علي؟ تفضلوا، هذه عينة على الهواء. هذه حقيقة الدين الشيعي، كله كذب على سيدنا علي. كله كذب على سيدنا علي، حتى الأذان. يلا. ويبقى السؤال، هل كان هذا هو أذان النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا أقبل فعلي من الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنه. أقبل أن يكون أذان سيدنا علي. هل عندك ثابت أن سيدنا علي كان يؤذن عنده بهذه الشهادة الثالثة في الأذان؟ أبو أحمد تفضل. تفضل يا أبو أحمد. صوتك بعيد يا أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أول نقطة، هذا الشخص اللي اتصل مساء قبل دقيقتين ثلاثة، هذا الشخص قليل أدب وأسلوبه أول ما تكلم معاك كان يقول شنو الموضوع، شنو هو الموضوع. أبو أحمد أبو أحمد أبو أحمد خلك منا الحين، إحنا في موضوعنا اللي إحنا فيه، خلك منا. لا هذه اسمه أسلوب، هذا أسلوب يعني شيخ يريد يطنس، يريد يعني. طيب يا ابو احمد ابو احمد ابو احمد خلنا في موضوعنا الله يرضى عليك، تكلم في الموضوع. ما عليه. النقطه الاولى، النقطه الثانيه شيخ، هو قال ان يعني شنو اهميه اضافه الشهاده الثالثه في الاذان، وانا ارد عليه اقول له هذه اهميه قصوى، لان هذه شعار من شعائر الدين اللي يرفع يوميا 5 مرات، فاهميه عظيمه، وهي من الدين ومن اسس الدين ومن الأسس اللي يعني الظاهرة يعني أمام العيان، ومن شعائر الدين العظيمة يعني. فالإضافة فيها أو النقص منها يحتاج إلى دليل، يعني دليل قاطع، سواء من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله. فهذه كلام مردود عليه يعني. جميل. أيوة بس هذه بغيت أضيف. شكرا لك يا ابو احمد، شكرا لك وجواب جميل واصبت حفظك الله. نعم الاذان شعيره من شعائر الاسلام، امر عظيم، وهو عباده. يقول النبي عليه الصلاه والسلام المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه، ففيه اجر عظيم. والكلام في الاذان بل بوب أهل الصحاح والمسانيد والسنن أبوابا في الأذان، في أجوره وفي فضائله وفي المؤذنين وفي غير ذلك.
فهو باب عظيم، لكن هؤلاء لطامة شي يعرفهم في قدر الأذان. فضل العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله شيخ فراج. يا أهلا ومرحبا يا شيخ فراج. ممكن تنطيني ابن بابويل أمي شنو اسمه الحقيقي؟ بس سؤال هذا. ابن بابويه اثنين. ابن بابويه علي ابن بابويه والد الشيخ الصدوق. نعم. مو هو نفس الصدوق، والد الشيخ الصدوق. كلاهما يعدان او يلقبان بالصدوق، الصدوق الوالد او الصدوق الولد. الروايه نعم الروايه اللي قريتها عن المفوضه، هذول يقولون بالآذان مالهم محمد وآل محمد خير البرية، وإشكاله عن علي أمير المؤمنين حقا. عفوا يا أستاذ نعم الرواية نعم الرواية أقرأها عليك قدام الناس مرة ثانية، وأبينت لك أولا أن محمد بن علي أو علي نفسه كلاهما يلقب بالصدوق، هذا أولا. ثانيا هذا كتاب اقرأها كلها من لا يحضره الفقيه 1290. قال: والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا، يعني اخترعوا فبركوا افتروا الصفحة 200 أخبارا 290 أدرى. قال: وزادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين، وفي بعض روايات بعد أشهد أن محمد رسول الله قال: أشهد أن عليا ولي الله مرتين. ومنهم من روى بدل ذلك: أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين. يعني صيغ اختراعاتهم. في ناس قالوا ولا شك في ان عليا ولي الله. لا اشكال عندنا، ونحن نعتقد إيه؟ ان عليا ولي الله. لحظه لا 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 لا, لا, لا تفهم غلط. اصبر انت من حكيت بالروايه انت اسمع. الله يصلحك، الله يعيننا على عقولكم. اصبر شويه. يقول: ولا شك في ان عليا ولي الله، وانه امير المؤمنين حقا، وان محمدا واله صلوات الله عليهم خير البرية، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان. فهمت؟ احنا نعتقد أن عليا أمير المؤمنين، نعتقد أن عليا ولي الله، نعتقد وأبو بكر ولي الله وعمر ولي الله، ما عندنا إشكال، لكن ليس لذلك أصل في الأذان. انتبه. يلا تفضل يا شيخ انت ما حشيت الروايه كلها كامله، ولا تقيس امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعمر وابو بكر، يعني جريمه تقيس. اقول تأدب ومضمض فمك قبل ان تذكر ابا بكر وعمر. الجريمه عقيدتك المخترعه السبائيه، هذه الجريمه الكذب على سيدنا علي. ولك انا قاعد اقرا لك كلام الصدوق يا اخوان، عقول ما في، عقول ممسوحه. كلام الصدوق واضح جدا، يقول لك: ولا شك أن أمير المؤمنين علي ولي الله وأمير المؤمنين، ولكن ليس لذلك أصل في الأذان، ليس لذلك أصل في الأذان. يعني ما له علاقة. اعتقد أن علي أمير المؤمنين، اعتقد أن علي ولي الله، لكن لا تدخلها في الأذان. الأذان مسألة توقيفية، كلمات محدودة شرعية تأتي من النبي صلى الله عليه وسلم. الحين أنا أسألك يا أيها المتصل، هل كان الأذان في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في زمان سيدنا علي فيه الشهادة الثالثة؟ أي نعم موجودة الشهادة الثالثة، أي أكو حديث عن سلمان وعن أبا ذر. يلا تفضل. تفضل قدمها في الأذان. أتكلم في الأذان. أكو أحاديث عن سلمان رضوان الله عليه وعن يمكن أبادر أو عمار. إي تفضل اقرأها. إي موجود أنا مو أروح أقرأ لك. وين موجود؟ وين موجود؟ في أي كتاب؟
موجود في كتاب الثلاثة في الخلافة أعتقد. هي أعتقد كل ظنيات عندك. أعتقد الثلاثة في الخلافة. هي طلع كتاب الثلاثة في الخلافة. والأربعة في العمامة المربعة. لا 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 أربعة ولا خمسة. حجي عطني الدليل، عطني الدليل، لا تقعد تسولف لي. أنت افتريت، أنت افتريت. أنت افتريت على سيدنا علي الآن. أنت افتريت على سيدنا علي، تقدم الدليل. ما قرأت الرواية كلها. قدم لي الدليل، قدم لي الدليل. لا لا أنا تحدثت الآن. طيب انت مدلس. اي زين والله انت افتريت على ابن بابا. وين وين الافتراء؟ وين الافتراء؟ وين الافتراء ايها الهارب؟ وين وين الافتراء؟ وين الافتراء؟ وين الافتراء؟ قول لي وين الافتراء. هل قال ابن بابا ان الشهاده الثالثه في الاذان؟ اتحداك. جاوبني يا مهرج. تنطيد النبي محمد. جاوبني 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 جاوبني. اتحداك. اسمعني اسمعني. لا واضح انك تتهرب من السؤال. شوف يا جماعة يتهرب، والله ما راح يجاوب، راح يلف ويدور بهالطريقة هذه ويتهم بأنني افتريت. يلا برجع لكم على ابن بابا ويقروها يا شيعة قبل السنة. قالوا المفوضة مثل هذا المتصل لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين، وفي بعض رواياتهم، روايات من؟ المفوضة لعنهم الله، بعد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله مرتين، ومنهم أي من المفوضة لعنهم الله من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين. قال ولا شك في أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقا وأن محمدا وآله صلوات الله عليه خير البرية، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان. فهمت ولا تنكى؟ يعني أقعد أعيد عليك الكلمة ثلاث مرات؟ يا قلب هلطمية. روح 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 الحسينيات تبكي. روح. شو التهريج هذا؟ عشان يا جماعة ما أعطيه، ما أعطيه السؤال، كل هذا يهرج وبيسوي نفسه فاهم يعني، وإنه جاوب آخرتها قلبها حسينيات. تفضل شيخ فراس. السلام عليكم. عليكم السلام. أبو محمد من المدينة، من زمان ما اتصلنا عليك. حياك الله يا أبو محمد. تفضل. أبغى أشكرك على الحركة اللي سويتها لما قطعت الخط على هذاك الأول اللي اتصل ويبغى يتكلم في أم المؤمنين. لما بدأت. طيب واضح يا جماعة يتكلم. أنتوا يا أهل السنة أنتوا تتصلون عشان تعلقون على المتصلين الشيعة، أرجوكم ليكن عندكم مضمون، ليكن عندكم مضمون، اطرحوا مضموننا الله يرضى عليكم. أنا أمنع الشيعة من الكلام في خارج الموضوع، فأنا أمنعكم. أنا أمنعكم أيضا. تفضل الله يحفظك شيخ. أنا أقول لك أشكرك أن قطعت الخط عشان قبل ما يتكلم في أم المؤمنين. طيب هذا هو قصدي. جميل. وأبغاك تنصح أهل السنة، أصحاب اللي يعملوا بعد الدروس وبعد المقاطع، على مثلا أحيانا يجيبوا مقطع الروافد اللي يتعنوا في أم المؤمنين ويجيبوا المقطع ويسمعوا السب للناس. فنصحتهم أنا في التعليقات، قلت لهم لا يجوز أن تنشروا هذه المقاطع. فأتمنى إن شاء الله. شكرا لك حبيبنا. شكرا لك الله يرضى لي عليك، بارك الله فيك وأحسن إليك. وأرجو من المتصلين جميعا، هذا قبل على راسك حبيبنا الجزائري من المدينة، وعلى كل سني يتصل، يا جماعة التزموا المحور. أنا ألزمكم مثل ما ألزم الشيعة من باب الإنصاف. طلبت من الشيعة الكلام في محورنا. واحد يروح يسولف لي عن قصص في التكست ولا في غير ذلك، مو موضوعي، مو موضوع. أرجوكم. تفضل عبد الرحمن. حياك الله يا عبد الرحمن. ولينتبه قبل يا عبد الرحمن، قبل أقدم أخونا عبد الرحمن، لاحظوا الشيعة شلون مهرجين، لاحظوا شلون يتهربون من عقيدة سيدنا علي، لاحظوا أن نحاجهم بفعل سيدنا علي قبل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعني مسألة أظن دونها خرط القتاد، لكن سيدنا علي يلا، مو أنتم تعدون إمام معصوم؟ هل أذن بهذه الشهادة الثالثة؟ يقول لك إيه. وين؟ في الشهادة الثلاثة في الشهادة. إيه وبعدين؟ عطني الدليل.
ولا يجيب لك دليل، ولا عندهم دليل، ما عندهم دليل على شهادتهم الثالثة بالأذان. اختراع يا جماعة، دين كله هوى. والله تسمعون أذانهم، بعطيكم أذان واحد ثاني بعد كأنه لطمية، والله لطمية مو أذان. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ يا اهلا ومرحبا. والله ما عنديش سؤال، بس انا احبك في الله يا شيخ. والله احبك الله الذي احببتني فيه. شكرا. ربنا يصبرك وما يجيلك الضغط ولا السكر من الشيعة دول. لا 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 لا، احنا ان شاء الله نقدم لهم النصيحه لله عز وجل، نتعبد بذلك ونصبر على ذلك الله. ان شاء الله يكون في عونه. شكرا شكرا حبيبنا، شكرا اخي الغالي، وبارك الله فيك وتقبل دعاك، شكرا لك. يلا يا شيعة، مطلوب دليل عن سيدنا علي، عن النبي، أي شيء. يلا أذانكم هذا من وين جايبينه؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله شيخ، شلونك حبيبي؟ وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا. شيخ أنا رجل سني ساكن في العراق، وتقريبا يعني الحسينيات تكون خلف يعني بيتي بأربع فروع أو كتب شوارع قريبة كلش. أي. فلما يذكرون بالأذان أشهد أن علي ولي الله، وبعدين يقولون أشهد أن أولاده المعصومين حجج الله. إيه؟ يا أخي يعني بس أفتهم شغلة، يعني الأذان شعار ورمز للدين. يعني هسه من يجي إنسان ملحد يريد يدخل للإسلام، من يلقى قدامه أذان، يعني أذان صافي ما به هذه الشعائر الشيعية، وأذان شيعي يدوخ هسه وين يدوخ، وين ينطي وجهه يعني. وأغلب الناس الملحدة اللي كانوا لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسول، لما كانوا يسمعون الأذان كانوا يعني يرتاحون نفسيا. الأذان السني يعني أذان الرسول عليه الصلاة والسلام، صلي على سيدنا محمد، اللهم صلي على سيدنا الرسول. بس أريد أعرف شغلة، يعني هسه أنا من إنسان ملحد أريد أدخل الدين الإسلامي، لما يجي على رمز الإسلام، رمز الدين الإسلامي، رمز دين الرسول عليه الصلاة والسلام، شرح القبي. بس هم المسيحيه عندهم الاجراس، لما يقولون الاجراس صلوات عندهم رمز او شعار للصلاه هو الجرس، صح ولا غلطان؟ لما يقرعون الجرس يعرفون عندهم صلاه. نعم بس هو جرس واحد عندهم، جرس واحد بس. أيه؟ لما ينقرع مو الف جرس ينقرع، جرس واحد يقرعوه بالكنيسه يذهبون الإخوان المسيحيين. يعني تقصد أن هذه عبادة مبنية على النص الشرعي، على التوقيف، ليس لأحد. نعم، نعم، أن نعم يضيف فيها. نعم نعم نعم، تجي أنت على الكتب مالتهم يرفضون، أكل كتب مالتهم يرفضون الأذان بأنه أشهد أن علي ولي الله ليس صحيحة في الأذان. تجي على مراجعهم الشيعية المعممين اللي يجلسون خلف المنابر يقولون بأنه أشهد أن علي ولي الله مذكورة في الأذان، ومذكورة وواجبة ولازم وشرطة، ولا لا لازم تذكر بالأذان. لا أحد منهم يثبتها بنص صحيح، ولا يستطيعون. التحدي قائم ساعتين لهذا البرنامج، يعني منتظر رواية واحدة ما يقدر. يعني هسه أنت من شخص شيعي تحاجج السيد اللي عندهم على المنبر تقول له ليش مذكورة علي أشهد أن علي ولي الله، ما راح يجاوبك، يطردك من الحسينية، لأن هم كتبهم أصلا ترفض هذا الشيء. معظم كتبهم الشيعة لا 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 ما يرفضون، لا 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 ما يرفضون، وإنما اسمعني يا غالي. نعم نعم شيخ، مراجعهم لا سيما المعاصرين منهم بعضهم. نعم نعم ده أفتهمك. اسمعني بعضهم يعترف أن الشهادة الثالثة هذه ليست في الأذان، ولم تكن في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا في زمان علي رضي الله عنه، ولكن جاءت بعد ذلك، وعلى قاعدة يسمونها قاعدة التسامح في أدلة السنن. تحت هذه القاعدة أدرجوا آلاف البدع عندهم، بدع جديدة لا أصل لها، أضافوا للدين أشياء ليست منه، عرفت؟ فقالوا بما أن أشهد أن عليا ولي الله مشروعة خارج الأذان، ما الإشكال أن نضيفها في الأذان؟ ممكن يجونك بعد سنة ويقولك أشهد أن نرجسة المعصومة أم الحجة المنتظر ولية الله،
وروح. أحد يعترض؟ بل هو إلزام لهم لا يستطيعون الخروج منه. إذا فتحتم الباب لا يسعكم أن تغلقوه عن أحد من المقدسين عندكم، وتصير أشبه بالديوانية، أشبه بالإيش، بالحسينية، يضاف لها ما تشاءون. ضيف وسولف. ابن باباوي لما قال المفوضين عت الله عليهم من ذكر المفوضية، تمام، قال بأنه ذكر الإمام علي عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه غلط وغير صحيحة بأنه ينذكر في الأذان. تجي هسه على المرجع الشيعي مالتهم السحاني السستاني ولا غيره ولا غيره، يقول لك لا واجب ذكره في الأذان، وكتبه بتذكر هذا يعني كتابي يكره سبب باباوي، يقول لا. نعم نعم، واضح واضح. شكرا لك أخي الغالي، شكرا لك، بارك الله فيك. الله يسلمك يا شيخ. طيب، المجال مفتوح للاتصالات، وحبذا الشيعة يجيبون أدلتهم معهم. أنا أشك في دليل الليلة بيجيني، ما راح تشوفون إلا سواليف وتشتيت. أقولها لكم من الحين، تشتيت وسواليف، والدليل لا يمكن يقدم، لا يمكن. أبو علي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أبو علي المهتدي من الإلحاد. حياك الله أبو علي، خليك معي أبو علي، خليك معي. يلا. ذكر قبل شوي قال البخاري المجوسي، حاشا وكلا، سيدنا البخاري مجوسي، أصوله مجوسية. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان جده عبد المطلب صاحب ملة قريش، ملة الأصنام والشرك. هل هذا يطعن في محمد عليه الصلاة والسلام؟ كلا وحاشا. هل تزير وزيرة وزر أخرى؟ علي بن أبي طالب أبوه أبو طالب رغم إنصافه مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلم، ومات على ملة أبيه عبد المطلب. أبو عمر بن الخطاب أسلم؟ لا ما أسلم، مات مشركا. وهكذا جد أبي بكر الصديق، جده أبوه أسلم في يوم الفتح، جده هل أسلم؟ مات على الشرك. هل هذا يطعن في أبي بكر الصديق؟ لا يطعن. وكذلك سيدنا البخاري علمنا رحمة الله عليه رحمة واسعة. نعم تفضل أخي. شيخ أنت يعني سبقتني، رتاني أعلق على شغلة أنه مراجعهم المعاصرين يعتبروها محببة وليست فريضة، يعني لأنه الجيل السابق الأول كله كان رافضها، يعني مثل ما أنت ذكرت هاي الروايات اللي هسه ذكرت بمأزق، أقدر أقول لك هاي حرام حتى لا أتبع، فشي يقول محببة. وهذا الدليل مالي شنو، أنا كنت أزور بعض الأصدق، كان عندنا واحد مريض فرحت أزوره، فلقيت مجموعة قاعدين، جماعة كانوا من مقلدين سيد السيستاني، جماعة مقلدين على أبو القاسم الخوئي، كانوا يهاجمون منه، يهاجمون محمد الصدر. انت الاسبوع الفات كانت عن صلاة الجمعة، لما نسوى صلاة الجمعة هذول اعترضوا، يعني اعتبروا انه هذا يأكد شنو يخالف المذهب الشيعي لانه ما عندهم صلاة جمعة. فمن ضمنها يجع حديث الحديث انه همين يرفض شغلة انه اذا يكون الاذان تحببي. فانا قلت لهم يعني انتوا ليش غاسين نفسكم هذا الموضوع شيء انتوا ذا تقولوا؟ قالوا لا هذا اذا ما نقول عليه شرطي هم متعصبين شويه، قال هذا يعني خل بالعقيده. فبوقتها قلت يعني اللي حاولت انا ما يعني ما ياخذون بكلامي، اللي يعتبرون انا ملحد، فما كنت اقدر اثر عليهم اقول لهم يابا ترى ماكو فرق انه اذا قالها او مو قالها، وما اقدر تقنعهم. وهذا اللي عندي واشكرك ومع السلامة. الله يحييك، أهلا ومرحبا بك أخي الغالي، شكرا لك على مداخلتك. إخواني لاحظوا هذا الكتاب وفيه أحد مراجعهم المعاصرين محمد تقي المدرسي. شوف يا جماعة في كتابه الاستفتاءات 206 يسأل هذا السؤال، الشهادة الثالثة في الأذان برقم 225، إذا أتى بالأذان أو الإقامة بدون أن يذكر أشهد أن علي ولي الله، فهل يكون قد ترك مستحبا من مستحبات الأذان؟ وهل هناك دليل على استحباب ذلك في الأذان والإقامة مثل ما قال أخونا المتصل قبل قليل؟
الجواب: ذكر الفقهاء أن الشهادة الثالثة ليست جزءاً من الأذان والإقامة، ولكنها مكملة للشهادة بالرسالة، وقد أصبحت اليوم شعاراً للطائفة، فالأولى الإتيان بها بقصد رجاء المطلوبية. يقول لك مو من الأذان ولا من الإقامة، بس الطائفة سووها، اخترعوها، المفوضة لعنهم الله على رأي الصدوق، الطائفة المفوضة دول الملاعين على لسان الصدوق. فيستحب الإتيان بها، ولك بدعة، قال لك يستحب بدعة، لا لا مستحبة مستحبة. ليش؟ قال والله الطائفة سووها. يلا بكرة يجي لك مرجع المراجع ويضيف لك عبادة من العبادات إخواني، يعني مثل عبادة صلاة سادسة في اليوم والليلة يسميها صلاة الضحى، ويحطها 3 ركعات 5 ركعات 4 ركعات 2 ركعات، ويقول لك يا التسامح تحت أدلة السنن ومشي دينه، مو مبني على التوقيف، مبني على التسامح في البدع. تفضل موسى. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. والله يا شيخ منبك أردت يعني أسأل الشيعة اللي رامي شاهدوا فيك يا شيخ. يعني الأذان والقرآن كان في متناول الصحابة، اللي 120,000 صحابي ما عدا 4 اللي مسلمين برأي الشيخ، ليه ما أفوش في الأذان أشهد أن أبو بكر الصديق والله في عهد بر، لماذا لم يضف أشهد أن الفاروق أمير المؤمنين وخليفة رسول الله، لماذا لم يضيفوا؟ لماذا لم يحالفوا في القرآن ويضيفوا مثلا أبي بكر؟ لماذا لم عفان ابن عفان الذي جمع القرآن برأيهم، لماذا لم يضيف ذو النورين آية في القرآن؟ لماذا لم يضيفوا؟ لماذا يتساءلون في هذا الشيء؟ هذا الكلام صحيح. شكرا يا شيخ. شكرا حبيبنا، شكرا. شوفوا يا أخونا هذا المتصل يقولكم، شوفوا أهل السنة يحبون الصحابة بس ما يضيفونهم لا في أذان ولا في صلاة، التزام بالإسلام مو لعب. أوريكم واحد ثاني، الخوي. يلا يا أخوي شوفوا في صراط النجاة للتبريزي، لاحظوا السؤال. إخواني أهل السنة المجال للشيعة أرجوكم شوية. تفضل منتظر. تفضل يا منتظر. طيب منتظر فصل. شو يا جماعة الخير، 271 سؤال 215: ما هو حكم الشهادة الثالثة أشهد أن عليا ولي الله في الأذان والإقامة في مقدمة الصلاة، وما تعليقكم على من يقول إن الشهادة الثالثة ليست فصلا من فصول الإقامة والأذان وإن كانت من فصول الإيمان، ونحن لا نرجح إدخال ما ليس من الأذان لأن العبادات وقفية، ولكن إذا جاء المكلف بها لا بقصد الجزئية بل بالاستحباب بالمطلق جاز، والأحوط في الإقامة عدم الإتيان بها. الجواب: باسمه تعالى الشهادة الثالثة في الأذان صارت شعارا للشيعة، ويجب حفظ شعار الشيعة ما شاء الله على هالدين لتبليغ الأمر بالوصاية للناس، ما يبلغ إلا بالبدع، خصوصا في هذا الزمان حيث تكاثرت الهجمات ضد عقائد الشيعة من أعدائهم والاعتراف الخطير الآن. والشهادة الثالثة لعلي بالولاية ليست جزءا لا من الأذان ولا من الإقامة، لا من الأذان ولا من الإقامة، وإنما هي تبليغ للوصايا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الشهادة بالرسالة تبليغ للرسالة. شايفين؟ وكما ذكرنا يجب حفظ شعار الشيعة لتبليغ الأمر بالوصايا، والله المستعان. قال لك حفظ شعار الشيعة، الشعار المبتدع المكذوب على أهل البيت. عرفتوا أن دينكم كل شعارات زائفة مكذوبة على أهل البيت؟ تفضل.
يعترفون أنها ليست لا من الأذان ولا من الإقامة، ولا كانت في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا في زمان علي، ولا في زمان الباقر، ولا في زمان الصادق، ولا في زمان الأئمة، ولكن صار شعار. أي شيعة؟ المفوضة لعنهم الله، مو أنا اللي قاعد ألعن، الصدوق ابن بابوي في من لا يحضره الفقيه يا أخواني، شايفين؟ الله أكبر. طيب تفضل يا حسين. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. حسين من العراق. حياك الله يا حسين، تفضل شيخ. بس بخصوص احنا عندنا سنة الأذان هاي الصلوات، يعني هل هو جائز ام لا؟ انا ما اتكلم عن أذان أهل السنة، ثابت بالنصوص الصحيحة والروايات عن محمد عليه الصلاة والسلام. احنا نتكلم عن الزيادة في الأذان، وإلا أذان أهل السنة متواتر بلا ريب، متواتر بلا ريب. لما نسأل عن أذان الشيعة، الزيادة في أذان الشيعة ما مستنده، نبين لكم أن هذا الدين دين هوى ودين لعب. نعم نعم. شيخ يعني بها مجال تؤال النوب يعني غير الأذان؟ احنا لا، انت شيعي ولا سني؟ لا انا سني. لا احنا موضوعنا الأذان، فضلا موضوعنا احنا نفس الشيء يوم الجمعة احنا نشغل قرآن، يعني قبل شو اسمه قبل لا يصعد الخطيب، ما نعرف جائز ام لا؟ ليس له اصل تشغيل الميكروفونات. اي نعم، تشغيل الميكروفونات بالقرآن بالقرآن مثل ما يفعل، او ياتي واحد وقبل الاذان بنصف ساعه يلقي صلوات وغير ذلك، هذه كلها من البدع. نعم نعم شيخ، شكرا لك حبيبنا. شكرا شكرا شيخ. شايفين حتى اللي يسوونه بعض من ينتسبون الى اهل السنه ممن عندهم شطحات بدعيه، ها، ويدعون أنهم من أهل السنة، إحنا نقول ذات الكلام، زيادة هذه بدعة. شايفين عقيدتنا ثابتة، ما نقول شعار السنة، هاي روح شعار السنة. ابن معين تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ فراج، كيفك؟ كيف حالك؟ كيف صحتك؟ الله يبارك فيك، تفضل أخي. إن شاء الله يا رب تكون بخير. الله يحييك ويبيك. شيخ فراج أحييك على الموضوع الجميل، الموضوع بصراحة يكشف حقائق هذا الموضوع، يعني ليس النواصب من يطرحونه. الشيخ فراج، إحنا لا ننكر أن علي ولي الله، نحن فقط نقول ما دخلها بالتشريعات، ما دخلها فيني أدخلها في الآذان هي بألفاظ مخصوصة. فشيخ فرج اسمح لي بس أقرأ من كتاب الشيعة والخالق لعالمهم محمد رضا شمس الدين. بخصوص؟ بخصوص هذا الموضوع الأذان؟ نعم تفضل. يقول هل أن الشهادة الثالثة محرمة أم مستحبة في الآذان والإقامة؟ فنقول الأذان وليس الآذان. نعم، في الأذان والإقامة هو كاتب. إيه تفضل تفضل، فرق بين الأذان والآذان، تفضل. نعم، فنقول الأذان، فنقول لا الأذان، الأذان وليس الأذان، الأذان وليس الأذان، تفضل. أنت عارف أهل الشام بمد ست حركات، تسع حركات، الله يحفظك. فنقول تفضل. صح لنا أن نقول إن المسألة ذات قولين، القول الأول أنها بدعة، وأن الإتيان بها في الأذان والإقامة حرام يأثم صاحبه ويعاقب عليه يوم القيامة، وهذا ما يمكن نسبته إلى الصدوق، يأثم ويعاقب عليه يوم القيامة، وهذا ما يمكن نسبته إلى الصدوق من علمائنا المتقدمين، وبه قال الخالصي في المتأخرين. والذي يمكن أن يركن إليه هذا القول في الدليل هو أنها لم تكن على زمن النبي ولا في زمن الأئمة، وأنه لم ترد رواية مقبولة تدل على الرجحان، وأن عوام الشيعة إنما يأتون بها بقصد أنها جزء وفصل من الأذان والإقامة،
لهذا تكون بدعة، وكل بدعة ماذا؟ ضلالة. القول الثاني أنها مستحبة. يا حبيبنا يا غالي، بس عشان الوقت الله يحفظك اختم لي بنصف دقيقة. نذكر القول الأول، أن الصدوق يعتقد أن مو بس أنها يعني بدعة، بل أنه يأثم عليها ويعاقب عليها يوم القيامة. هذا مو أهل السنة قالها، هذا مو ابن تيمية قالها، هذا مو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا عالمكم الصدوق، هذا هو من كبار علمائكم، هو مش عالم عادي عندكم طالب علم، هذا من كبار علمائكم. واضح واضح، شكرا لك، شكرا لك حبيبنا وبارك الله فيك وجزاك خيرا. طيب أخونا يعني ذكر ما ذكرناه في قضية الصدوق، و يعني هو مو أبطلها، هو لعنهم بعد ونسب الغلو الذي حدث للمفوضة، فهو اختراع من المفوضة. تعرفون شنو هم المفوضة؟ المفوضة الذين يدعون أن الله عز وجل خلق الكون وسلم للأئمة وفوضهم فيه، مو مفوضة الصفات، لا، المفوضة اللي قالوا أن الأئمة يعني أرباب الله عز وجل فوضهم بإدارة الكون. هادي حياك الله يا هادي. طيب خلني أخذ هذا المتصل الشيعي، هذا المتصل الشيعي اتصل عدة مرات وعلشان ما نظلمه بين أهل السنة. تفضل يا مؤمل عشان إنصاف لكم يا شيعة. أهلا بأخي المحترم. ما شاء الله، شل الدخلة الجميلة الليلة، أهلا ومرحبا. بالنسبة لي أحترمك، الله شاهد أحترمك، مهما كان إحنا أخوان. المهم الله يحييك، يا أهلا وسهلا، حياك الله، رحم الله والديك. ذكر عن الصادق عليه السلام في كتاب الاحتجاج صفحة 158. طيب تسمعني؟ إيه أسمعك. إذا ذكر أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. وهذا مو مطلقة، يعني مو مقيدة، مطلقة. أي أولا، ترك علي ولي الله ما يأثر، قلناها أو ما قلناها لا يؤثر. الأذان هو أصلا كله من المستحبات. أنت بعد تقول الأذان، الأذان الأذان، نعم عفوا، الأذان الأذان. طيب هنا، وهو ليس ركن من أركان الأذان ولا شيء، مجرد استحباب. وأين المشكلة إذا قلنا حقا في علي؟ أين المشكلة يعني؟ قلنا هذا حق في علي. طيب هل الأذان عبادة وشعيرة مبنية على التوقيف، بمعنى مأخوذة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أم يسع الناس أن يزيدون فيه وينقصون منه؟ الزيادة يجب أن تكون على الأصول. سؤالي بس محدد، يسع الناس أن يزيدون فيه؟ لا، مو أي أحد. هاي رواية ذكرت لك عن الصادق، مو أي أحد يزيد. أولا الصادق ما قال أن هذه الشهادة ضيفوها في الأذان، هذه من عندك يا مؤمل، ما قالها الصادق. ثانيا هذه الرواية سأرد عليك بمنطقكم، ليس كل ما في كتبكم صحيح. ماشي، مو صار الحين صحيح. ثانيا موضوع موضوع الاستحباب، إذن موضوع أنك تقول أن الشهادة الثالثة بموجب أنك إذا ذكرت لا إله إلا الله محمد رسول الله تقول علي ولي الله، وهذه قاعدة ثابتة عامة، ما يسعك حتى لو فرضنا هذا صحيح أن تضيفها إلى الأذان. ليش؟ لأسباب. أولا النبي ما أضافها، علي ما أضافها، الصادق نفسه ما أثرت عنه، أثر عنه الأذان كما أقرأ عليك الآن. لحظة خليك معي، أثر عنا الأذان وما أضافه، فما راح يناقض نفسه،
هذا أثر عنه في كتبكم ولا هي سيدنا جعفر الصادق من أهل السنة لا يعتقد عقائدكم. الاستبصار الطوسي 1305 لاحظ، سألت أبا عبد الله عن الأذان فقال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. ما قال وين، ما أضافها. وعندي لك 20 رواية عنه ما أضاف الشهادة الثالثة. فبذلك يتبين أن قولك أن الصادق رحمه الله تعالى يشرع ذلك هذا وهم منك، لم يشرعه ولم يلتزم بالقاعدة التي أنت ذكرتها. وإذا ذكرت الله والرسول ضيف علي، هذه بدعة وضلالة، حتى الصادق ما عمل بها. ثانيا تقول الاستحباب، الاستحباب يحتاج إلى دليل، لأن أيضا الاستحباب قولك أن هذه العبادة مستحبة لها أصل، ما تستحب البدع بالمزاج. ولا على ما قال الخوئي وغيره أن صار شعار للشيعة وخلاص لازم نلتزم فيه، مو صحيح، لازم يكون شعار السنة وشعار الشيعة، قال الله وقال الرسول، ما يصير اختراعات ويصير شعار الشيعة ونلتزم فيه. ثالثا تقول إيش المشكلة يا رجل، لو جاني سني وقال أنا أضفت في الأذان أشهد أن أبا بكر خليفة رسول الله، أقول له أنت مبتدع. ليش؟ أذاننا عبادة، أذاننا شعيرة، أذاننا أذن في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام. والسؤال الذي أريدك أن تجيب عليه يا مؤمل، هل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من كنت مولاه فعلي مولاه، ونحن نقول أن علي مولى كل مؤمن فنحبه ونتقرب إلى الله بحبه مثل أصحاب النبي أبو بكر وعمر وعثمان والمهاجرين والأنصار، كلهم نحبهم ونتقرب إلى الله بهم، هل النبي عليه الصلاة والسلام أضاف الشهادة الثالثة عندكم المخترعة هذه في الأذان؟ الجواب كلا. حلو، هل علي بن أبي طالب أضافها؟ كلا. هل الصادق وقد رويتم عنه روايات كثيرة أضافها في الأذان؟ الصادق قال اذكروها، وين المشكلة يعني؟ اذكروها، اذكروها وين؟ سواء هسه شوف الحديث موجود، ليش ما ظهر أمام الناس؟ هل قال اذكروها في الأذان؟ هل قال اذكروها في الأذان؟ اسمع الحديث، إيه؟ والحديث لم يتقيد بزمان ولا مكان، خلاص يعني ما قيدها كلام. بالأذان ما قيدها لا بزمان ولا مكان. يا مؤمل راح أجيب لك 20 رواية عن الصادق يقول فيها الأذان من كتبك أنت، ليس فيها الشهادة الثالثة. وأنا أريد منك بما أن الصادق حجة بيني وبينك الآن، وكتبك حجة علي في ذلك، كتبك حجة علي في ذلك، أريد رواية صحيحة عن الصادق أنه لما وصف الأذان المشروع زاد فيه أشهد أن عليا ولي الله. تفضل. أجاوبك، عندما عرفت أنت الأقوال العلماء الشيعة قالوا بأنها شعارا للشيعة، هذا يدل على شيء تفهمه. أنا أتكلم عن الصادق، أتكلم عن الصادق، الصادق بعدين نروح للشيعة. كلمني عن الصادق بعدين نروح للشيعة. طيب أكمل لك. إيه؟ ما ذكروها أهل البيت، نقول ما ذكروها، بس هي شعار إنه يا أخي نحب هذا الشعار. إيه خلاص يا مؤمل، لا بأس مؤمل، لو لا بأس أنت في في لجنة استفتاءات السيستاني، أنت يعني طيب. تعتبر معمم. إذا جاك يعني امرأة أو رجل عامي من الشيعة وقالوا لك يا مؤمل إحنا نستفتيك برأي السيد السيستاني في الأذان، هل الشهادة الثالثة في الأذان من الدين؟ شو تقول له؟ ليست من الدين، مستحبة. ليست من عندك الدين مستحبة. عندك 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 صلاة تراويح بدعة. حجي طلاق البدعي. حجي صح. يا مؤمل اصبر صلاة التراويح ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها صلاها ليلتين، والثالثة مو موضوع التراويح. لا تروح للتراويح، خليك معي. أنت قلت قبل شوي كلام غريب، قلت ليست من الدين،
يعني القصد ليست لحظة واجب. أكمل أكمل, أكمل أكمل ليست من الدين وهي مستحبة يعني ليست واجبة قصدي. ليست من الدين وليست واجبة لا ها. مستحبة مستحبة المستحبة أليست الاستحباب حكم شرعي يحتاج دليل والله إذا كان الاستحباب لا ينافي الشرع فلا بأس به حلو يعني ممكن أني أنا أستحب زيادة شهادة ثالثة أو رابعة أو خامسة الشرط تكون مستحق حلو يعني مثلا لو أقول أشهد أن مثلا نرجس أم الإمام المعصوم ولية الله لا لازم معصوم مو أي واحد خلاص ولا يهمك أشهد أن لحظة أشهد أن فاطمة بنت محمد رضي الله عن سيدتنا فاطمة ولية الله يصير إضافة هذا في الأذان والله لم تثبت ما أقدر أقول لك تصير ما تثبت هذا الشيء بس احنا عندنا شعار لا مستحبة اذا انت بتستحب الخلاف في الاصل اولم تقل انها في المعصومين طيب فاطمة عندكم معصومة ليش منعت فاطمة وزدت علي سيدة نساء العالمين اي ليش منعت فاطمة واستحبيت علي لانه حتى بالاشارة ما اشاروا لهذا الشيء ولكن من اللي اشار بالاشارة ولي الله من اللي اشار ولي الله هو فعلا ولي الله وفاطمة على الله وفاطمة مو ولية الله وفاطمة مو ولية الله طبعا خلاص ليش ما تزيدها زيدها ليش ما تزيدها تعرف ليش طيب تعرف ليش حجي خليك من فاطمة رضي الله عنها الحين نعم الأنبياء ما فيهم معصوم الأنبياء كلهم معصومين حلو أشهد أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أولياء الله يصير بعد نكملها في أذانكم يعني هسه أنا لما جيت بهذني هن فعلا حقيقياتي ولا أنا أسألك لو جاء عالم من علماء الشيعة وقال نزيد شهادة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة مرة عن الأنبياء ومرة عن فاطمة رضي الله عنها ومرة عن أنتوا دينكم شوربة يا مؤمن شوربة كوكتيل انتوا دينكم هوى انت الان لحظه ما يخالف لا تزعل علي يا مؤمن لا تزعل انا اتكلم عن هذه الخلطه الغريبه جدا انت بموجب ايش قلت انها في علي مستحبه وفي فاطمه مو مستحبه تفضل الجواب لانه اصل الخلاف انه بينكم في علي فاحنا نريد نثبته وعلي رضي الله عنه تريدون مزاجكم ولا من رسول الله علي ولي الله سواء أنت قبلت وأنا قبلت الإضافة بمزاجكم ولا من رسول الله والله إذا كانت الإضافة توافق الدين فأهلا وسهلا والإضافة في فاطمة ما توافق الدين لا ماكو مشكلة بس مثل ما يقول مو الأصل الخلاف احنا ما عندنا خلاف ماكو مشكلة ماكو مشكلة يعني نزيد فاطمة ماكو مشكلة احنا عندنا خلاف بيننا وبينكم في فاطمة جاوبني ما عندنا خلاف اي وحلو يعني انت تقعد قاعدة اننا نزيد في الأذان ما كان فيه خلاف بين السنة والشيعة صحيح احسنت حلو حلو يعني بقول انا بضيف خلاص لحظه ما شاء الله اليوم مزادك جيد حلو بضيف الان واشهد ان صاحب الامر والزمان ولي الله يلا شهاده خامسه او رابعه هذا حجه الله يصير اقوال العلماء قالوا فيه ام لا مو مشكله جاوبني بس يصير ان نزيدها في الاذان بعد والله قلت لك إذا شيء هو فعلا موجود وهذا استحقاقه فأهلا وسهلا يعني مو مستحق المهدي شوف اثبت لي بالدليل صلاة التراويح وينها إذا شوف لا 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 مو موضوع صلاة التراويح لا لا بدعة عمر قال لا لا, لا 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 مو بدعة خليك على جنب اعتراف منك هذا الهروب إلى صلاة التراويح اعتراف منك إنك متورط يا مؤمن متورط باستحبابك هذا المخترع
يلا خلاصنا الآن وبينا لك يا مؤمل أن سيدنا علي بريء من أذانكم. لا والله. وأهل البيت بمن فيهم جعفر الصادق وأهل البيت، لحظة لا أكمل وبعدين أعطيك المجال. وأهل البيت بمن فيهم جعفر الصادق بريء من أذانكم، ولا تستطيعون إثبات هذا الأذان المخترع في مساجدكم وحسينياتكم عنه أبدا، ويتبين أن دينكم من اختراع مراجعكم، هم اللي يستحبون لكم واللي يقول مو مستحب، مستحب شيل، مو مستحب خلي. أنتوا في سوق المراجع وليس في دين أهل البيت. طيب جملة أخيرة. نعم تفضل. أنت متأكد أنه مذهبك ما بيبدع؟ لا مو موضوعي الآن، موضوع الأذان. أنا تجاوبني على سؤال. لا أنت قلت يعني؟ قلت الأذان لا أنت قلت أنه مستحبة. لا تحاول الحيدة. أنا راح أجاوبك في مسألة الأذان. أي فعل يرضي الله ورسوله في قضية الأذان، فأهلا وسهلا، وين المشكلة؟ والشهادة لفاطمة بأنها ولية الله ما يرضي الله، ها؟ أنت عندك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ولا تجاوب؟ نعم، أنا أعتقد أتولى سيدتنا فاطمة وأحبها رضي الله عنها وأرضاها، ولا أعتقد أن لا هي ولا عائشة أيضا أحب أمنا عائشة وأترضى عنها وخديجة وأمهات المؤمنين وبقية بنات الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لا أضيف أي منهن في الأذان. لماذا؟ لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام علمني الأذان يوم ضيعتم الأذان أنتم وابتدعتم فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام علمني كيف نؤذن، فأذن بلال، فأذن بلال بين يديه، وأذن ابن محذورة بين يديه، وأذن عبد الله ابن أمي مكتوم بين يديه. هذا أذان الإسلام، وأنتوا أذانكم شنو؟ قول لي من وين جايبينه؟ علم الناس. طلب صغير. من المفوضة. جايبينه من المفوضة. جايبينه من المفوضة. لا تلعنهم وتسوي مثلهم، ما يصير. أنت جايبه من المفوضة، مو من رسول الله ولا من أهل البيت. هذا اللي قال الصدوق، واللي لعن المفوضة لأنهم أضافوا في الأذان، فلعنة الصدوق تنسحب على المراجع المعاصرين أيضا، أليس كذلك؟ لا مو كذلك. عرف لي البدعة. لا مو موضوع لا موضوع الأذان. عرفني. إيه لا بتخرج على، ما راح تخرج عن الأذان. هو أيدك تعرف لي البدعة. أنا أغلقت الأبواب، الباب مغلق، جاوب. جاوبتك والله مرتين، جاوبتك. ما جاوبتني على مسألة الأذان، جاوبتك. شكرا لك يا مؤمل، واضح إن ما عندك شيء. حياك الله إنسان. قلت لك المفوضة زادوا ذلك، وأنتم تقلدون المفوضة اللي لعنهم الصدوق. سكر مؤمل، سكر مؤمل. شو تقولون يا جماعة؟ دين الغلات. وعليكم السلام، خليك معي يا حسين. قلت لكم دين الغلات بيروح للتراويح والبدعة وبيجيب لك ما حكمه كذا ويغير الموضوع تماما، كل هذا حيدة عن الموضوع. ها يا شيعي، شفت شلون أن دينك دين غلات مو دين أهل البيت؟ شوف مراجعك وماذا يقولون. تفضل حسين. أنا اسمي عبد الحسين وليس حسين، وأنا أكون خادم، أن أكون خادما للإمام الحسين صلوات الله عليه. حياك الله وجعلك عبدا لله تعالى، تفضل. أنا عبد لله وعبد لأولياء الله الإمام الحسين عليه السلام. إيش تبي توصل له طيب؟ أبي أوصل له إنه الصلاة، إن الأذان اللي عندكم الصلاة خير من النوم. أين ذكرت؟ ذكرت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زين، هل يوجد دليل واضح كما رواه مسلم أو البخاري؟ ولا يهمك، لأنهم من العلماء المعاصرين. البخاري ومسلم من العلماء المعاصرين؟ اي بلي. منو اللي اعطاك المعلومه هذه؟
وليد إسماعيل ينقل هذا. وليد يقول البخاري معاصر. متى قال هذا؟ أرجع على المحاضرات وشوف. شوف أنت شكلك بردان وأنا بقول لك تغطى جيدا، تغطى جيد لأنك قاعد ترجف. روح يا عبد الحسين، مع السلامة. تفضل عادل. تابع هدي آل محمد. هلا يا عادل، هلا، حياك يا مرحبا. يلا يا عادل، شيخ فراد، الشهادة الثالثة. شيخ فراد الدين فهم، الشيخ فراد صبرك عليه، الدين فهم. حلو. أولا الأذان، الأذان هو أصلا ليس جزءا واجبا من الصلاة، جزءا مستحبا، واضح هاي النقطة الأولى. الأذان مكون من عدة فقرات، مثلا التكبير ثم الشهادة ثم الشهادة لرسول الله حي على الصلاة إلى آخره. بين فقرات الأذان يجوز عندك حتى كلام الآدم العادي، واحد تسولف يسالف صاحبه، يقول صاحبه، يحكي يا صاحبه بين فقرات الأذان. فهذه الشهادة الثالثة جعلوها بين الشهادة لرسول الله وبين حي على الصلاة، ليس جزءا من الأذان، وإنما مجرد ذكر بين فقرات الأذان. شلون أنت تسولف ويا صاحبك بين فقرات الأذان؟ شلون تجيب ذكر إذا مو مثلا سوالف آدمي؟ أي ذكر، قرآن، ذكر، دعاء، كذا يجوز بين فقرات الأذان. فهذا مو جزء يا أخي، مو جزء لا واجب ولا مستحب، هذا مجرد ذكر بالشهادة لأمير المؤمنين بين فقرات الأذان، لا واجبا ولا حتى مستحبا على رأي بعض العلماء. مفهومة شيخ فراج؟ خلصت؟ خلاص تفضل. يلا أعتذر منك، بنزل الصوت عشان أتكلم. زين. ها طيب، يقول الأذان ليس جزءا من الصلاة بل جزءا مستحبا منها. الأذان ليس جزءا من الصلاة أصلا، الصلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. الأذان تعريفه إعلام الناس بدخول وقت الصلاة. يعني أنتم معقولة حتى ما تعرفون الجزئية هذه؟ ثانيا، الأذان من شعائر الإسلام ومن أموره الواجبة، والأذان للصلاة من الواجبات وليس من المستحبات، هذا أمر ثاني. إلا في بعض الأحوال اللي يعني تقدر بقدرها في كلام الفقهاء، لكن الكلام بشكل عام، شعيرة لا يجوز تركها بين المسلمين بلا عذر، بلا عذر. ثالثا، تقول أن الشهادة الثالثة بين الفقرات، لا، ليس بين فقرات الأذان، بل بشهادة الصدوق أضافوها كشهادة ثالثة. تفضل. والله العظيم أنتوا قاعد تلفون الدورون، ما أدري ليش اللف والدوران هذا. اتفضل، ماذا يقول شيخك الطوسي؟ صراط النجاة التبريزي 271، شيخك الخوئي عفوا. باسمه تعالى الشهادة الثالثة في الأذان صارت شعارا للشيعة، ويجب حفظ شعار الشيعة لتبليغ الأمر بالوصاية للناس خصوصا في هذا الزمان. لاحظ، قال الشهادة الثالثة مو بين فقرات الأذان، قال في الأذان فهو جزء منه. قال والشهادة الثالثة لعلي بالولاية ليست جزءا لا من الأذان ولا من إقامة، وإنما هي تبليغ للوصايا بعد النبي، كما أن الشهادة بالرسالة تبليغ للرسالة. وكما ذكرنا يجب حفظ شعار الشيعة، عشان شعار للشيعة يقول لك ضيفوه زيدوه، فاهم؟ وقرأنا كلام محمد تقي المدرسي نحو هذا الكلام. يا أخي أنت بين فقرات الأذان يجوز تتكلم وما يجوز؟ عندك، عندك في فقهك يجوز كلام الآدمي، كلام العادي يجوز. أنت وبعدين أنت هذا كلام السيد أخوي، وإن كان الإتيان بها فيه بقصد الجزئية، بقصد الجزئية
جدة. وين بقصد قاعد تألف أنت؟ قاعد تألف قاعد تألف ما في بقصد الجزئية. هذا كلام سيد الخوي يا عم. لا 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 قصد بها في بقصد الجزئية بدعة باطلة. لحظة لحظة لحظة, لحظة 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 جماعة خلوني أفرك عيوني شوي، خلوني أفرك عيوني. وين قصد الجزئية؟ باسمه تعالى الشهادة الثالثة في الأذان صارت شعارا للشيعة. لاحظ الشهادة الثالثة في الأذان، الشهادة الثالثة بالأذان، ما قال تسولف أثناء الأذان، قال لا يعني هي جزء من الأذان. الشهادة الثالثة بالأذان صارت شعارا للشيعة، ويجب حفظ شعار الشيعة خصوصا في هذا الزمان حيث تكاثرت الهجمات ضد عقائد الشيعة. والشهادة الثالثة لعلي بالولاية ليست جزءا من لا من الأذان ولا من قامة، وإنما هي تبليغ للوصاية بعد النبي، كما أن الشهادة بالرسالة تبليغ للرسالة. وين قال بقصد الجزئية؟ وين قال بقصد الجزئية؟ هذه يا أخ هذا مستند العروة. وين قال بقصد الجزئية؟ مو أنت قريته جزء ليس جزء، قريته ليس، أنت قريته بس أنت ما تنتبه ما تدقق يا هذا. لما قلت ليس جزء هذه من عندي أنا، حطيتها من كلام الخوئي. أنت ما تفرق بين كلامي وكلام الخوئي؟ شفت أنك مصيبة تمشي على الأرض يا عادل. صبرك صبرك. بين أجزاء الصلاة، في أجزاء الصلاة بالركوع بالسجود بين القراءة بين ما فيها يصير تقرأ قرآن. لا 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 تغير الموضوع. وين بقصد الجزئية أخي؟ هذا كلامه بالمستند يا عمي، مستند العروة الوثقى. لا لا اقرا اقرا علي اقرا علي اقرا علي اقرا علي اقرا علي اقرا علي. يلا الان الان امامي. وان كان تمام تمام، وان كان الاتيان بها يعني الشهاده الثالثه فيه يعني في الاذان بقصد الجزئيه بدعه باطله وتشريعا محرما. مو انت مو دقيقين في فهم كلام. لا 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 مو دقيقين. لا لا لحظه 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 يعني كنت اقرا النص بس عشان الناس تقرا معنا. تفضل. وقرأت 10 مرات يا أخي. وإن كان الإتيان بها فيه بقصد الجزئية بدعة باطلة وتشريعا محرما حسب ما عرفت. أنا أسألك بين أجزاء الصلاة. لا لا لحظة لحظة لحظة، أنا أجزم أنك باتر لك شيء. روح روح للصلاة. لا 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 ما روح للصلاة ما روح للصلاة. أنت تمشيني بسرعة هالشكل، ما تمشي علي، ما تمشي يا عدول، ما تمشي يا عدول. اصبر اصبر خليك معي عادل، خليك معي عادل. هدي هدي. نعم تفضل. هدي هدي. اشرب لك شاي عراقي شربت قبل شوي مخدر، وخلنا فيها تونا يا عدول. ليلي طويل مع حياة مع قول. تدليساتك قول قول خدمتك. ايوه شوفوا يا جماعه الخير، المستند في شرح العروه الوثقى أحسن. الخوئي أبو القاسم الشيخ البروجردي 3260. طيب التعليق في الأسفل هذا لمن؟ اللي فوق اللي فوق كلام السيد اليزدي. شوف شنو قايل بي السيد اليزدي وينها. وأما الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وأمرة المؤمنين فليس جزء منهما. اسمعني يعني اسمعني 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 الله يهديك اسمعني. نعم قول. انت بترت كلام خطير ودلست. وينه دلست؟ لا قول قول يا الله قول يا رسول الله على محمد. دلست وين عم؟ وين دلست؟ انظر النص اللي قريته انت. ايه ما يهمني عن من منسوب، عن الخوئي ولا بروجردي ولا غيره، ما يهمني. لا لكن انظر قال بل من الخمس، من الخمس عفوا، ونتكلم عن رقم واحد. قال بل من الخمس التي بني عليها الإسلام ولا سيما وقد أصبحت في هذه الأعصار من أجل أنحاء الشعار وأبرز رموز تشيع وشعائر مذهب الفرقة الناجية، فهي إذن أمر مرغوب فيه شرعا وراجح قطعا في الأذان وغيره. نعم جيد. وإن كان ليش بترتها؟ ليش ما قريت اللي مظلل بالأزرق؟ يا أبا أبا هاي ما يقول بها جزئية والغير جزئية، اللي بعدها يصرح بأنه قصد الجزئية بدعة. وإن كان الإتيان فيه
بقصد الجمع. مو معناته جزء. اسمعني الله يهديك، اسمعني 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 لما اتكلم، اسمعني ولما تتكلم اسمعك. يقول فهي إذن امر مرغوب فيه شرعا وراجح قطعا في الاذان وغيره، يعني تزيد في الاذان، تزيد الشهاده الثالثه في الاذان، وان كان الاتيان بها فيه بقصد الجزئيه أنها يعني ثابتة بدعة باطلة وتشريعا محرما حسب ما عرفت. انتبه ماذا يريد، يريد أن يقول لك الإضافة جائزة، إضافة الشهادة الثالثة جائزة، ولكن ليس لأنها جزء من الأذان، وإنما بموجب عمومات النصوص التي تقول أنك تشهد أن عليا ولي الله ضيفها في الأذان. عرفت؟ يعني صار الأذان عندهم مركب من جزئين، جزء الأذان الثابت اللي ما فيه أشهد أن عليا ولي الله، وجزء إضافات من عندهم يجوز أن تضيفها، بل هي من شعائر الشيعة. مو هالشكل صار أذانكم تركيب من عندكم. تفضل شيخ فراج، أنت جاي تقول جزء، يا أخي هو جاي يقول لك ليس بقصد الجزئية، الماتن السيد اليزدي او المعلق اللي هو السيد الخوي، اثنيناتهم متفقين على انه ليس جزء من لا من الاذان ولا من الاقامه، ويجوز اضافتها، ويجوز اضافتها في الاذان، ويجوز اضافتها في الاذان ولا ما يجوز؟ اسمعني الله يهديك، انت ما تحاور الله يهديك، كلامك واجد. اسمعني مثل ما اسالك، هل يجوز اضافتها في الاذان ولا ما يجوز؟ بقصد الجزئيه لا، لا يجوز بدون قصد الجزئيه. نعم، يعني يجوز باي قصد اخر تضيف اي شيء في الاذان. إيه يا أخي، مو قلنا لك أنت عندك كلام الآدم يصير كلام الإنسان عادي، يعني تحكي بين قراءة الأذان يجوز. هل الكلام هل الكلام كلام الآدمي على فرض ما زعمت، على فرض ما زعمت، حينما واحد يتكلم لحاجة مثلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول أغلق هذا أو أعطني هذا، أو مثلا لحاجة على فرض يعني أن المسألة مباحة مطلقا وجائزة مطلقا، هل الذي يقول أعطني ماء يعتقد أن الماء هذا جزء من، أو أن هذا من الأذان لا بقصد الجزئية؟ شلون من الأذان ولا بقصد الجزئية؟ ما يصير، هذا مجرد ذكر، مجرد ذكر بين الفقرات. مثل انت حجي جاوبني، جاوبني، انت تقول انت استدللت بقاعده وهي انه يجوز الكلام في الاذان، هل المتكلم في الاذان لامر مباح هذا يكون كلامه هذا جزءا من الاذان او مو جزءا من الاذان؟ من الاذان المستحب، من الاذان المستحب ام لا؟ لا، الكلام الآدمي من الأذان، ولا أشهد أن عليا ولي الله من الأذان، مو جزء يا أخي. لا 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 كلام، اسمعني لحظة لحظة، لا أنت تدلس تدلس تدلس. شيخك ما قال هذا، قال إذا اعتقدت أنها جزء من الأذان، لأنه محدث الخوئي، على فرض أن الخوئي، ما أدري هو الخوئي ولا البروجردي، ها؟ قال إذا أضفتها على أنها جزء من الأذان الأصل بدعة، إذا أضفتها في الأذان وقلت أشهد أن عليا ولي الله، تأذن وتقول أشهد أن عليا ولي الله، ماكو مشكلة فيها، ولكن بموجب أدلة أخرى عامة، صح ولا لا؟ أشهد أن لا إله إلا الله، جاوب، صح ولا لا؟ جاوب جاوب جاوب. شوف شوف، اسمعني اسمعني، جاوب. بس اسمعني، الله أكبر، اسمعني بس، اسمعني، الله أكبر 4 مرات. شكرا لك يا عادل، شكرا، الله يعيننا عليكم. شكرا يا عادل. لا بقصد الجزئية، هم يقولون لك حتى من أجازها الذي هو الخوئي في صراط النجاة، قال لك صارت شعار للشيعة، لا يقصد أنها، كلهم يعترفون أنها مو من الأذان، ولكن صارت شعار للشيعة، وتحت قاعدة أنها صارت شعار للشيعة ضيف، ضيفها، ليست جزءا من الأذان ولكن صارت شعار للشيعة ضيفها، هي شعار المفوضة لعنهم الله. واضح؟ لف ودوران.
أما قياسه على قول الفقهاء بإباحة الكلام في الأذان على قول بعض الفقهاء ها؟ هذا إذا كان لحاجة، وليس هناك من عد الكلام المباح أثناء الأذان جزء من الأذان أو شيئا متعلق بالأذان أصلا، إنما هو أمر منفصل عن الأذان وليس منه، فقياسك باطل أصلا. ثم ما شاء الله عليك تحرمون القياس وتقيسون في العبادات، قياسك فاسد. تفضل يا عثمان. شيخ فراج لونك، الله يحييك، تفضل. شيخ ممكن سؤال يعني بنفس الموضوع بس شوي مختلف علشان يعني صلاة وكذا. اي طيب، في واحد قبل شوي اتصل وقال لك حق الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر. اي ما جاوبت، شكلك بحثته وبعدين طنشته، بس يعني حاب استفسر. ان شاء الله تبيني اجاوبه؟ اي ابيك تجاوب الحين. اي ابشر. طيب، اول ذاك يقول لي البخاري معاصر، صلاة خير من النوم، راح اقرأ لك الروايات فيها، ابشر. تفضل يا علي. علي، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حال الشيخ؟ الله يحييك، يا أهلا ومرحبا، جزاك الله خير. سؤال شيخي فيما يتعلق، نعم، في الأذان، بالنسبة للأذان يا جماعة، الأذان مو الأذان، نعم الأذان، نعم. تفضل، جزاك الله خير. يقول مستحب المؤمل، إذا مستحب جائز نترك الأذان؟ إذا مستحب، المستحب يترك لو ما يترك؟ نعم نعم، هذا السؤال. السؤال الآخر، علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان المسح على الخف من الأسفل أولى به من الأعلى، إني رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفه. أرجعوا إلى رسول الله، هاي فقرة. الفقرة الأخرى عندما يقول مؤمل نحن عندنا خلاف بيني وبينكم، زين، علي بن أبي طالب في زمن هل كان له أعداء أم لا كان له أعداء على مقولتهم؟ لماذا لم يؤذن بهذا الآذان؟ ماشي، والله سؤال قاعد نطرحه من اليوم، الله يحفظك، ونحتاج أحد يجاوب عليه. جزاك الله خير، الله يحفظك. وجزاك وجزاك حفظك الله. طيب، ويستمر السؤال، يا شيعة من أين لكم بالشهادة الثالثة في الأذان؟ من أين لكم بهذا؟ أما سؤال الشيعي قبل قليل عن زيادة الصلاة خير من النوم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عند سنن أبي داود، في سنن أبي داود وفي غيرها، أنه قيل له، سئل عن الأذان فذكر الأذان صلى الله عليه وسلم، وفيه قال فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، في رواية الصلاة، فإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وله حكم المرفوع أنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. ولكم حنا حديثنا وصلاتنا وأذاننا وعباداتنا وزكاتنا وحجنا وصيامنا كله من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما نقول شعار الشيعة، ما نأخذ شعارات المفوضة. تفضل أخي المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام أخوي فراج، يا صاحب القلب الطيب وصفات السمحة، أكرمك الله كما أكرمتنا بعلمك. يا رجل احنا جهلة، الله يديك، بس الله يبارك في عمرك، عطنا ما عندك، الله يحفظك. وكأن
أكرمك الله. والله أنا بقول اللي في قلبي، وأنا أول مرة أتصل بحضرتك يعني، ومن زمان متابع كما ترى يعني، ولكن كنت لسه أرد على حديث على رواية الصلاة خير من النوم، فحضرتك سبقتنا فيها، هي رواية ابن أبي محذوفة، وكان رواه ابن ماجه محذورة سوري. أنا بتصل من اسم محمد. الأول أعرف حضرتك بنفسك، محمد أبو عبد السلام من مصر، مقيم في الولايات المتحدة. حياك الله. فالحديث ابن ماجه والنسائي وصححه الشيخ الألباني. فلما أنت سألت الأخ الشيعي، هو أصلا ما عنده سند. أنت لما الأخ الشيعي يسألنا، إحنا عندنا السند بتاعنا، والسند كمان صحيح. فالفرق بيننا وبينهم شاسع خالص. الدين على الهوى، والدين على المزاج، والدين بالاختيار، ولكن ديننا إحنا ملتزم بنص. لأن كلمة دين أصلا يا أستاذ فراج معناها نظام. فاللي يمشي حياته على النظام اللي ربنا سبحانه وتعالى نزله، فيبقى في الفلاح، يعيش في الفلاح، يعيش مبسوط ويموت مبسوط، وربنا يرضى عنه. ولكن إذا بعد عن المنهج ومشى اتبع إلهه هواه وتمنى على الله الأماني، وكل واحد بالمزاج، فما بيبقاش دين. زي ما حضرتك بتشوف كده، كل واحد يقول اه ده لا ده انا عندنا كذا، والتاني يقول عندنا كذا، ده يقول عندنا الاذان من الشهاده الثالثه من الاذان، وده يقول لا ده مش من الاذان. فالدين بقى بالهوى. ولكن لما يكون الدين ماشي على نظام ربنا، ربنا سبحانه وتعالى بيرضى علينا وينزل علينا بركته. وربنا يمدك بالخير يا استاذ فراج، جزاك الله خيرا واكرمك الله. السؤال الاخير يا استاذ فراج، هل لي في ان انا اتصل في حضرتك اتصال خاص يعني في استشارة صغيرة؟ اي ما يخالف، راسلنا على معرف التليجرام، على نفس المعرف الظاهر بالشاشة، على المعرف دوت. حاضر. نعم. حياك الله. جزاك الله خيرا على وقتك الثمين. حياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا جماعة أنا قاعد أشوف أهل السنة، اتصل علينا جزائري، واتصل علينا مصري، واتصل علينا سعودي، واتصل علينا ما أدري من أمصار المسلمين، كلامهم واحد، دينهم واضح. والله يا شيعة اللي اتصلوا، كل واحد كلام، كل واحد يألف من جهة، يعني واحد يقول ثبتت عن علي، واحد يقول لا ما ثبتت، واحد يقول جعفر الصادق قالها، واحد يقول والله ولا واحد مثبتها، واحد يقول لك شعار الشيعة، واحد يقول ليس جزءا من الأذان ولكن يجوز إدراجها لا على نحو الجزئية، ضيف يعني في الأذان بس لا تقول جزء من الأذان. دينهم كله حيل، كله لف ودوران، بدعة ما لها أصل. وهي تبين لك يا شيعي أن دينك مبني على الكذب على أهل البيت. الأذان مثال. تفضل تفضل أخي. شلونك مولانا؟ حياك الله. تفضل معي، صوت ارفع شوي. الله يسلمك. انا عبد الله من كربلاء، اتصلت عليك يمكن قبل 3 حلقات. اي نعم، اريد اسالك شنو المشكله يعني اذا قالوا انه علينا ولي الله؟ جميل جدا. اولا دين الاسلام فيه شهادتين، لا يوجد شيء اسمه الشهاده الثالثه في دين الاسلام، هذا واحد. يعني اذا واحد بيدخل الاسلام تقول له تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول من أركان الإسلام، ما في شهادة ثالثة لا لعلي ولا لأبو بكر ولا لغيرهم. رسولنا واحد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، علي ولي الله، نعم، علي أمير المؤمنين، نعم، عمر وعثمان والمهاجرين والأنصار أولياء الله، نعم. هل يجوز أن نضيف أي واحد منهم في الأذان ونحط له شهادة؟ لا، باطل، بدعة. فهمت الموضوع؟ لا. اي نعم. والله الصراحة انا يعني قلت لك بنص كربلاء يعني كل الحسينيات اللي عندنا، احنا جوامع ماكو يعني خصوصا بالمناطق الجنوبية من العراق. اي نعم، فكلها يعني فسمعت مقولة انا قبل تقريبا سنتين يعني، فقالوا انه يعني هي كانت يعني انه مو متسنن 100%، ولحد الان يعني انا قلت لك سابقا بديج الحلقه انه يعني انا يعني اوكي شيء ايه بس شنو يعني على دين الحق
وسنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا عفت الحسينيات وعفت هذه، ويعني دا حاول إنه ويا أهلي شوية شوية. إيه نعم، فهذه سالفة. فسمعت واحد اليوم يقولون إن علي ولي الله، قالوا بعد فترة يقولون إنه الحمزة ولي الله، بعد فترة يقولون إنه كذا، وفعلا صح صارت بس بنسبة قليلة. يعني موجودة الحين، موجودة عندكم؟ لا مو موجودة، هي تقريبا صارت بس لغوها شون، يعني لغوها المعاملين قالوا لا خاف يسوي فتنة. بس أنا قبل سنتين سمعتها من واحد فما أخذت بالبال، فأنسى من جندا تابع حلقتك ربطت عندي قبل سنتين. سبحان الله سبحان الله، الله مو هي قضية مو من الدين، ولكن مستحبة على رأي مفتي السيستاني مؤمل. نعم مو من الدين ولكن مستحبة، يعني مستحبة من الدين، في شيء يكون مستحب وليس من الدين؟ سبحان الله العلي العظيم. هاي سالفة. سالفة ثانية، قد أنا حكيت ويا أهلي يعني وهيك شيء، وجد يعني حاول بيهم، قلت لك إنه يعني شلون بيهم نبذة يعني على آل البيت. فقلت لهم يعني هم شنو الفرق إنه بين السنة وبين الشيعة؟ فيقول لا أكو فرق هواية، تفهم قصدي؟ بس هم يعني أهلي مو من يعني متشددين او طائفيين بنفس الوقت، يعني همين عندنا تقارب ان سنه وكذا يعني بالمناطق. فحكيت ويا صديقي من قلب القلب، زين والله العظيم حكيت ويا صديق من قلب القلب، قلت له اقول لك يعني انه سالفه كذا وان الدين حق وانه كذا. فهو ظل يعني شلون مثل الدايخ، فاهم قصدي؟ جاء صداع يعني بالراس، ودائما ارجع واكرر عليه، دائما ارجع واكرر عليه والله العظيم. وانا يعني قلت لك بس إنه يعني كل همي إنه هم أهلي، يعني أحكي ويا نسوان أخواني، أحكي ويا كذا، يعني هم نسأل الله لهم الهداية، نسأل الله للجميع الهداية إلى دين محمد وآل محمد وصحب محمد. آمين آمين. شكرا لك يا أخي، شكرا، موفق إن شاء الله، حفظك الله. والأمر ما في بالنص يا أخي الكريم، لا اتبع الحق، تبع الحق، تبع دين محمد عليه الصلاة والسلام، لا تعدل عن دين محمد لأي أحد، لقول أي أحد، ما في شيء بالنص بين السنة والشيعة. نعم، نتمنى أن يوفق الله سبحانه وتعالى الأخ هذا إلى البحث عن الحقيقة والتجرد لها. أتمنى الأخوة أهل السنة شوية يأجلون اتصالاتهم، أهل السنة اتصلوا بعد شوي. طيب ناخذ محمد، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. ناخذ وقتك شويه، يعني خمس دقائق، لان انا كنت قبل شيعي وقبل كت شوي تسنيت بعد دراسه شي خمس سنين، اذا ما صارت زحمه. لان يعني عندك انت موضوع اخر عن الاذان. ايه يعني جيت عن شلون نقول جيت رون سايد عليك، مو مشكله اذا اتكلم شويه. في ماذا؟ كنت قبل شيعي وتسننت، يعني بإذن الله قبل شيء تسع شهور، يعني بعد دراسة كثة سنين، وقبل كثة شهور تسننت. إيه. بعدين رأيت خزعبلات من مراجعنا ومعايمنا اللي موجودين بالحسينيات، واللي موجودين يعني تعرف هاي المراقد، فرابطني سؤال شيخنا الصهيبي. يعني سألت المعممين، قلت لهم ليش أهل السنة والجماعة يكرهون يبغضون آل البيت، يكرهون الإمام علي؟ قالوا إيه، يعني الإمام الإسلام اللي أتى على محمد عليه الصلاة والسلام واللي أنطال آل البيت وأنطال الإمام علي، هو مو نفسه اللي مشى على نهج سيدنا عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق رضي الله عليه. فقلت لهم كيف يعني؟ قالوا مو نفسه، قالوا أهل السنة هم في النار، يعني شيخ أكو شيعة يقولون هم في النار أهل السنة. فظليت أبحث 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 عن لوحدي، ورحت إلى المدرسة الحنبلية في بغداد وسألت الشيوخ، يعني دخلت عليهم فجأة، يعني إنه أنا شلون نقول من رأس القوري واحد يسمع، ما أسأل بالإنترنت وأخابه. فقلت له لأحد الشيوخ، لماذا تبغضون علي؟ لماذا تبغضون آل البيت؟ لماذا الشيخ عمر بن الخطاب أبو بكر غير الإسلام الحقيقي؟ هذا في منهجنا. فالشيخ قعدني قال لي كما تدعون أنتم الشيخ الأول والثاني غير الدين الإسلام الصحيح. قلت له نعم. قال لي وأزيدك أن الشيخ الثالث اللي هو عثمان بن عفان رضي الله عنه أيضا هو غير الإسلام. قلت له هذا جميل، إذا أنا الفايز. قال لي لا،
قال لي وراي قال لي الإمام علي الرابع عندما أتى لم يغير الإسلام، لماذا لم يقول لنا يا أمة محمد أنتم على غلط حشاهم للخلفاء الثلاثة والآن الدين الصحيح وخلص لنصي شيعة لنصي سنة. يا سلام، سؤال سؤال جميل، سؤال للغاية جميل. وين وضع علي مخالفة اللي قبله أنهم ليس على دين الإسلام؟ والله العظيم يا شيخ قسما بالله وأنا كنت شيعة وهذا قسم يخسر ظهري. وبعدين من دار قال لي اسمع، قال لي الحمد لله عندما كان علي رابعا وليس أولا. قلت له لماذا رابعا؟ قال لي هو الحد الفاصل، يعني علي هو الفاصل، يعني لو كان علي رابع وإجى عمر بن الخطاب خامس كان قالوا ها شوف علي غير كان الإسلام صحيح ومن إجى عمر غير الإسلام، فقال علي هو الحد الفاصل بعد ما كان خامس وراء. فمشت الأمور، جو عباسيين عمويين العفو عباسيين وجو عثمانيين كلها أكو خلافات صارت معارك، ولكن الإسلام مش إلى 2021. يا شيخ يعني أدعوهم يعني الأخوت الشيعة هم ناس للأمانة ناس طيبة وناس غيورين يا أخي، أنتوا عرب أصلكم من السعودية كل الشمرية القرآني قريشي كل العالم ترجعون يا أخي للحجاز، ليش مشلب لي بش اسمه دين الفرس وهاي؟ أنتوا ناس عرب يا أخي التجئ. وأخير شيء شيخنا ولا طولت عليك، الشيعة الآن مقسومين كثة أقسام، الأول صار تركتين خلاص صاروا الشيوعي ملحد، والقسم الثاني تسنن، والقسم الثالث هو هذا الميليشيات اللي جوي من إيران، يعني وراء الحرب ما شنو ثلاثة هم جوي، يعني أصلاً هم مضاربين هنسميهم يعني شيء عراقي وشيء إيراني. فإن شاء الله أنا أسأل لهم الهداية شيخنا وآسف علي طالع. الله يحفظك الله يحفظك الله يعطيك العافية. مع احتراماتي لهويتك السعودية أنت أصبحت عراقي من أدنى، يعني الصراحة أترك كل بيت موجود. الله يحفظك، هذا 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 شرف لي اخي محمد، هذا شرف لي. الله يسلمك الله يخليك، جزاك الله خير، يحفظك الله يحفظك الله يحفظك. والله يشرفني اني ادخل كل بيت شيعي وكل بيت سني، لانني احب الله الخير للسنه وللشيعة، وانا اتمنى للجميع ان يرجعوا الى الدين الصحيح اللي كان على علي بن ابي طالب، مو الدين المزور عليه اللي كان عليه أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عن ساداتنا. يا سلام، كلام جميل من حبيبنا هذا المتصل المهتدي، وإلزام في غاية الإفحام. يقول إذا كان الحياة بعد النبي انحرفت وتغيرت عقائدها وبعدين جاء علي بن أبي طالب، حلو، ليش علي بن أبي طالب، ليش علي بن أبي طالب ما قال تعالوا يا مسلمين دينكم غير، وهذا الصحيح واحد اثنين ثلاثة أربعة؟ أصلا وين طرح علي بن أبي طالب إمامة العصمة والدرجة العالية وإلى آخره، وهو الذي خطب على منبر الكوفة في الرواية المتواترة لما بلغه أن السبائية يقولون أن عليا أخبرنا أنه أفضل من أبي بكر وعمر، تفضيل بس، خطب على منبر الكوفة في الرواية المتواترة وقال من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. وجاء في الروايات أنه قال مالي وللحميت الأسود، رواية وللخبيث الأسود يعني ابن السوداء عبد الله بن سبأ، قال وكان يقع في أبي بكر وعمر. وين علي وين عقائدكم، وين علي وين عقائدكم رضي الله عنه. تفضل. السلام عليكم شيخ فراج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خصوص الشهادة الثالثة، الشهادة الثالثة وضعوها في الأغنية هم حسب ادعاهم هي مستحبة، ولكن الاستحباب ما يجي بدليل ولا يجي بدليل قطعي، ولكن هذه بنوضعوها كي يخلون افتراق بين المسلمين، لأن هذا الدين دين مزور ومن صنع البشر وبيه تحديثات، يعني هم كل فترة ينزلون تحديث. شلون أخي أخي أنت سبق الاتصال، أنت كنت مهتدي ولا أنا غلطان؟ أي نعم 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 مهتدي الحمد لله وشكرا. طيب بعد إذنك بعد إذنك أبعرض عليك الأذان الشيعي وقدام الناس، وقبل أني أكمل أتمنى من الأخوة يضغطون على زر الإعجاب حتى ينتشر هذا البث ويستفيد الناس، لا نستكثر نريد فقط فائدة الناس. الأذان الشيعي شوفه معي، شوفه معي. بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك
لحظة. نعم. والأذان مستحب للصلاة الواجبة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، أشهد أن أمير المؤمنين عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أنت كشيعي سابق كانوا يأذنون هذا الأذان بين يديك؟ نعم 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 شيخ فراس. ما يوم من الأيام سألتهم من وين الشهادة الثالثة في الأذان؟ نعم سألت، يقولون هذه مستحبة وليس واجبة، وانت تريد تذكرها تيت ما تذكرها، هم يأذنون بها يعني مستمرة بجوامل. وأكو بعد من عدة جزء وأولاد المحصومين حجز الله موجودة يذكروها يعني دائما، سامحة كربلاء والنجف. يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، الاستحباب نعم أو الوجوب أحكام شرعية تحتاج دليل. أكيد. فمن قال أنها من الدين على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب يجب أن يقدم دليله، إذ أن الأذان من شعائر الله ومن شعائر الإسلام، ثبت عن النبي بصفة وكيفية توقيفية، ليس لأحد أن يضيف فيه أو ينقص منه. أما يصير شعائر الإسلام، يعني مثلا الصلاة، لو جاء رجل وقال أضيف أنا في الصلاة صلاة الظهر ركعة خامسة، وقال أريد أن أجتهد، والله عز وجل يأمرني بالاجتهاد في الصلاة، فأنا مجتهد في الصلاة بموجب عمومات الأدلة، نقول له لا يا حجي، هذه عبادات توقيفية ليس لك أن تضيف فيها. فقضية الاستحباب دعواهم أو ادعائهم أو تبريرهم بأنها ليست من الواجبات من المستحبات، يخدعون فيه عقول الشيعة فقط، وإلا هي بدعة. نعم سواء قالوا بالوجوب ولا قالوا بالاستحباب، بدعة لا دليل عليها وتحتاج إلى دليل. نعم تفضل. نعم شيخ فراج، هي بدون دليل، بس ولكن هم هاي لهم أغراض بها، على مود حتى يبقى عندهم فرق بينهم وبين المسلمين، على مود يقنعون العقل الشيعي بين هذا الجزء الثالث من ضمن الاذان، ويأذنون بكل الجوامع. هاي مشت عندهم، هم زوروا الروايات على اللي بيت كلهم، يعني جعلوهم ارباب وجعلوهم افضل من الانبياء، يعني هاي ما يقدرون يسووها، هم عندهم تحديثات حتى بالاذان يقدرون. هاي يعني هاي عقيده، نعم عقيده شيخ فراج، دينهم مزاجي، دين بالمزاج. يا يعني سلام، انت حطيت ايدك على الجرح. نعم دين مزاجي والله. نعم نعم اتكلم لك، انا ابن المحتقد هذا، يعني الحمد لله من 2013 انا مبتدئ ولي عدنا، الحمد لله والحمد لله والشكر، انا عايش خارج العراق الحمد لله والشكر. فشيخ فراج هم بهاي العقيده مالتهم، يعني هذا مجرد تفليش الاسلام على مود يبعدون المسلمين الحقيقيين من الدين الحقيقي. وانا ما الامام علي في وقته ما قالهم ذكرونا بالصلاه. والله أنا قاعد أسأل سؤال يا أخي، قاعد أسأل سؤال، والسؤال هذا يعني غريب إنهم ما حد جاوب عليه من المعممين اللي اتصلوا، ترى اللي اتصلوا بعضهم معمم. أسأل السؤال وأقول ليش ما تأذنون مثل أذان علي بن أبي طالب؟ ما حد يجاوب. ما يأذنون والله، ما يأذنون على مود، مو قلت لك شيخ فراج هاي بحسابات، يبقى مظلل، والمشكلة عقولهم مرتبطة بالعالم. أستاء أي واحد يتصل على كان ده اسمهم، دائما يعني يحاول يبرر العالم، يطلع العالم وكأنه إنسان منزه وإنسان ما يخطأ ويسوي في مرتبة عالية. هو الإنسان بكل إنسان من عندنا يخطأ ويصيب، هو في نظر يطلع المعمم حتى المعمم ما يخطأ يبقى يتبعه ويقلده في معتقده، هذا في مذهب اللي ماشي عليه من الصغر، هذا النقش بعقله من الصغر. فهذا يعني إن شاء الله كوبيهم، يعني هسه فضل الله فضلكم أنتم، بدأت العالم يعني تواصل اجتماعي
بدأت الناس يعني تهتدي والحمد لله عرفت الدين الحقيقي وعرفت الدين المزور. هذا الدين المزور على البيت بسطر بأيادي خبيثة. هذا الدين بريء أهل البيت من عدة من اللي في الأليان. الله شيخ الرأس. شكرا لك حبيبنا، شكرا لك. وأنا أعتذر أطلت عليك، والله يبارك فيك وإن شاء الله تستمر ببرنامجك الممتع وكل البيت عراقي دي سمعك. أنا دا أقول لك برنامجك جدا مستمع. الله يبارك بيك. الله يبارك. وأكرر اعتذاري وآسف شيخ فراج. الله يبارك بيك. موفق حبيبي موفق، بس الله أن يوفقك. السلام عليكم. السلام. الله يبارك ورحمة بيك. ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا أخي، أنا ينشرح صدري بكلام المهتدين، كلامهم لما يتكلمون عن واقعهم السابق وواقعهم الجديد وشلون أنهم اهتدوا فعلا للدين اللي كان عليه أهل البيت، مو الدين دين المفوضة لعنهم الله، دين الغلاة، دين السبائية، لا لا دين علي بن أبي طالب، مزاج الدين. إخواني ناخذ هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله. طيب خليك معي أخونا أثير، خليك معي أخواني في هذه الفقرة، فقرة كتاب الأسبوع، نستعرض كتابا مهما في هذا الشأن، وهو للشيخ المهتدي من التشيع رحمة الله عليه، صديق من أصدقائنا، توفي رحمه الله تعالى قبل سنتين أو ثلاث، هو الشيخ علاء الدين البصير، وكتابه أسطورة الشهادة الثالثة في الأذان، أشهد أن عليا ولي الله. هذا الكتاب من طبعة هي الطبعة الثانية، وهي كما جاء هنا طبعة وقفية. نعم حقيقة لا أرى الدار الطابعة لها، لكن موجود في موقع فيصل نور، ادخل موقع فيصل نور وستجد بي دي اف، تستطيع تحميل بي دي اف في موقع فيصل نور، أسطورة الشهادة الثالثة في الأذان. رحمك الله يا شيخ علاء الدين، رحمك الله رحمة واسعة. يا أخواني هذا الرجل كان يعني بيننا اتصالات مستمرة، لا سيما بعد حلقاتي في قناة وصال، كان عقب البرنامج أجد اتصال مباشر منه وحديث حول الحلقة، والحقيقة أنه يفتقد رحمه الله تعالى. كان أحد المهتدين وقتل ولده بسبب ذلك، حتى فر هو وعائلته خارجين من العراق فرارا بدينه مع من فر بعد ولاية السيستاني. حياك الله أخونا أثير القطراني، عودا حميدا. الله يحييك ويبقيك ويسعدك ويبارك فيك شيخنا الحبيب الغالي فراج وجميع متابعيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أتباع أهل البيت الحقيقيين، يا أتباع علي وأولاده الحقيقيين، وليس المزيفين اللي تتكلمون باسم علي وهو ما أمركم، وتسوون شغلات باسم علي وهو ما أمركم. لحظة يا أخونا أثير، أخونا أثير، نعم. للتعريف، للتعريف يمكن أكثر الأخوة يعرفونك، ولكن أخونا أثير القطراني هو من المهتدين أيضا، وله قناة في اليوتيوب جميلة وفيها يعني طرح جريء، يشكر عليه أخونا أثير. تفضل أخونا أثير. نعم الله يجزاك خير شيخنا، ويشهد الله أني أحبكم في الله، أنت وجميع متابعيك فردا فردا. أنا ما أقدر أسلم عليكم كلكم بالاسم، لكن جميعكم الموجودين والغير موجودين إخواني وأحبة وعزاء على قلبي إن شاء الله، وكنا نقوم في هذه الدعوة. فأكمل كلامي شيخنا الحبيب، أنا كسني الآن عندما فتشت في كتب السنة لقيت السنة حسب ادعاء الشيعة يحبون أبو بكر وعمر وعثمان ويكرهون الإمام علي، لكن
ما وجدت عند أهل السنة أشهد أن أبو بكر ولي الله، أشهد أن عمر ولي الله، أشهد أن عثمان ولي الله، أشهد أن عائشة ولية الله. سووا لهم شعيرة وقالوا هذه شعيرتنا، طبخوا لهم هريسة وقالوا هذه هريسة أئمتنا، سووا لهم بدعة مشاية ذبح لطم تطبير زحف من هذه الأمور وقالوا هذه مالتنا. فالسنة يرفضون أي بدعة لأي إنسان كان لو كانت للنبي نفسه. فالسنة نقحوا أحاديثهم ونقحوا عبادتهم ونقحوا رواياتهم وطابقوها بالحرف الواحد على قال الله قال الرسول. ما آتاكم الرسول كما قال القرآن فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه بدعة الأذان هي اصطفاف إلى ملايين البدع اللي مارسها الشيعة. وللأسف الشديد يتهمون علي ابن أبي طالب وأولاده كذبا وزورا إنهم من أتباعهم وإن هذه يرضاها أهل البيت، وهذا كذب وزورا. هم اتهموا أهل البيت بأمرين، أما أنهم أخفوا من هذا أخفوا هذا الأمر والعياذ بالله، وأنتم تعرفون عقوبة من يخفي ما أمر الله، وأما أنهم أغبياء ما اكتشفوا هذا الأمر حاشاهم، وأن الشيعة من بعدهم اكتشفوا هذا الأمر. فأنا من قهر قلبي أطلب من كل شيعي أني طابق عبادته مع عبادة أهل البيت. أنت مو تقول تدعي كذبا وزورا أنك تتبع أهل البيت، طيب اعرض الآذان على آذان أهل البيت، هل أنت أذكى من أهل البيت؟ هل أنت أتقى من أهل البيت؟ هل أنت أورع من أهل البيت؟ هل أنت أكثر اتباعا للرسول من أهل البيت يا كذاب؟ فلا تدعي كذبا وزورا أنك محب على أهل البيت وتخالفهم بجميع أنواع العبادات، بالعبادة، باللطم، بالتطبير، بالزحف، بالمتعة، بجميع الذبح، النذر، السجود بالقبور وغيرها. الأذان يا شيخنا مو بس أشهد أن علي ولي الله، لا، أكو شغلة أنتم ما تعرفونها وما مسجلينها يمكن باليوتيوب. إحنا عندنا الآن بمنطقتنا أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله. وين الاستحباب؟ منو قال لك محب؟ إذا قلت استحباب يعني هذا أمر بي من رسول الله ببيان أو من علي ببيان، فانطينا البيان حتى أثبت لك يا شيعي من هم أتباع أهل البيت الحقيقيين. أتباع أهل البيت هم أهل السنة، وأنتم مفترين على أهل البيت. وأزيدك من الشعر بيت، أنت معممينك من كثر ما ناصبين عليكم جاعلينك قشمر حلق غبي متخلف ما تقرأ بالكتب. والله لو أقول لك ما في كتبك ما يقولون عن أهل البيت لقلت لي أنت كذاب مفتري، أنت تكذب على علماء. أنا ما ممكن أن تقتنع أن هذا الكلام موجود في أهل البيت. علي أذل من الحداء، تعرف هذا الشيء يا شيعي موجود بكتبك؟ علي بهيمة، تعرف هذا الشيء موجود بكتبك؟ علي بعوضة، تعرف هذا الشيء موجود بكتبك؟ والبعوضة من أنجس الناس كما تقول كتبك. علي حمار، تعرف هذا الكلام موجود بكتبك؟ حاشا رضي الله عنه. يا رجل أقسم بالله لو أذكر لك يا شيعي ما موجود في كتبك والله لتكفر بهذا الدين. وأنا وجميع الأخواننا اللي تركوا هذا الدين لأن نحب علي ابن أبي طالب أميري وسيدي ومولاي، وأسأل الله عز وجل أن يحشرني مع يوم القيامة. وما أرضى أن واحد يقول عنا حمار، ولا أرضى أن واحد يقول عنا أذل من الحداء، ولا أرضى أن واحد يقول جبان سووا بعرض هالشكل، ولا أرضى أن واحد يقول اغتصبوا وبنته وساكت، ولا أرضى أن واحد يقول بايع الكفار ورضي بالكفر وتحريف القرآن وعمل عندهم، ولا أرضى عن واحد يقول والطراسة بالتراب لهم، ولا أرضى واحد يقول عنه زوجته كانت تستخدم إنوثتها لأخذ حقها وأخذ ورثها من المغتصبين. هذه مواصفات علي ابن أبي طالب. فإذا كنت يا شيعي الآن تسمعني وأنت صادق وتحب علي ابن أبي طالب فتش في هذا الكلام اللي قلته، مستعد أعطيك إياه بالدليل والصفحة من أصح الكتب الشيعية، من أصح الكتب الشيعية. فأتباع أهل البيت الحقيقيين هم أهل السنة اللي قاعدين قدامك الآن. أتحداك تجيب واحد يسب أهل البيت فاطمة أو علي أو هذه، وأنتم تدخلون بكل المنتديات بكل المناقشات بكل الغرف
والسبون أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة، لكن ماكو سني يتجرأ أن يسب فاطمة وعلي. ما سألت نفسك ليش؟ ما سألت نفسك ليش ما يقدر السني يسب فاطمة؟ لأن سيدتنا فاطمة وإمامنا علي، مثل المسيحيين لما يسبون النبي ما نقدر نسب عيسى، عيسى نبينا ونعرف أنهم ضالين وما يمسون بصلة لعيسى. فأنتم كذلك ما نقدر نسب أهل البيت ولا علي ولا فاطمة لأنهم أمتنا مو أمتكم، وأنتم مثلكم مثل المسيح ضالين. ففتش بالأدلة اللي قلتها لك ومستعد أنطيك إياها بالدليل والورقة والصفحة والكتاب من أصح الكتب الشيعية. يا مبتدعة يا من تدعون كذبا وزورا أنكم من أتباع علي وتحسبون تباع علي بالهريسة واللطم والزحف مثل السحلية وتغمر بالطين مثل الخنازير والسجود بالقبور. تفضل شيخ. شكرا لك حبيبنا، ونحن في نهاية هذا البرنامج نشكر أخونا الحبيب أثير القطراني على مداخلته، وعودا حميدا أخي أثير، عودا حميدا. ربي يسعدك ربي يسعدك ويجعله في ميزان حسناتكم جميعا. آمين آمين. شكرا شكرا حبيبنا. السلام عليكم ورحمة. السلام ورحمة الله وبركاته. في ختام هذا البث أذكر الإخوة بأمرين. الأمر الأول الشكر الجزيل لأحبتي الذين ساندوا هذه القناة بعد إغلاق القناة السابقة قبل سنة وشهرين أو ثلاثة شهور، وافتتحوا معي هذه القناة بجهد وتعب كبير. شكر الإخوة المشرفين على هذا العمل الذين يبذلون طاقتهم في الكادر الفني والإداري في هذه القناة والحسابات. شكر للأحبة في الإشراف والإخوة المتعاونين من أهل السنة والإخوة الذين يدعمون هذه القناة بشتى أنواع الدعم، من تعليق في اليوتيوب، من نشر لمقاطع القناة، من إثراء لها وغيرها مما يقوم به الأخوة. شكر أهل السنة، فقد وصلت هذه القناة الجديدة بعد سنة وشهرين أو ثلاث شهور إلى رقم 100,000 متابع، وهذا يعني لم يكن لولا الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ثم جهد إخواني أهل السنة، فلكم جزيل الشكر. يشهد الله أننا لا نستكثر وإنما نريد انتشار الدعوة، ونريد مراغمة أهل البدع، نريد مراغمة أنوفهم، نريد هداية الشيعة من هؤلاء المضلين، نريد أن نكشف الحقائق للناس، بيان متانة الدين الذي نحن عليه وضلال الشيعة الإمامية وأشباههم. فاللهم اهدي الشيعة فإنهم لا يعلمون. الأمر الثاني الذي أنبه عليه أننا إن شاء الله في البث المقبل سنخصص حلقة استثنائية، ربما تكون قبل يوم الاثنين، فإن لم تكن فستكون يوم الاثنين. إن استطعنا أن تكون يوم الأحد بعد بكرة ستكون إن شاء الله، وفيها نفتح المجال والحوار حول القناة والمقترحات فيها والطرح الذي عنده مقترحات الأخوة ومشاركاتهم بشكل مفتوح. هذا اقتراح قدمه لنا بعض الإخوة، ولكم حق علي، ولا يزعل علي بعض أهل السنة يقول أنت ما تعطي مجال. ترى يا جماعة الخير، الغرض فائدة، الغرض رسالة، وليس لجج ولا قضية يعني عرض عضلات، لا، نريد الرسالة تصل للشيعة. وأنتم ترون الحمد لله هذا الكم الهائل من المهتدين، العدد الهائل من المهتدين بفضل الله عز وجل، سأل الله أن يهديهم إلى سواء الصراط. بعض الإخوة يسألون كيف نتواصل معكم. التواصل معنا عن طريقين: التواصل عبر معرف التليجرام هذا تراه، وتستطيع الرجوع له بعد البث في أيضا تستطيع مراسلتنا عبر واتساب البرنامج الظاهر عند الشاشة، وتستطيع أن تسجله الآن أو بعد البث لمن أحب التواصل. يا أهل السنة إني أحبكم في الله، يا أهل التشيع إني والله أحب لكم الخير وأرحمكم، وأرجو الله أن تصلكم الدعوة وتقبلونها. استودعكم الله أحبتي، إلى اللقاء في الحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,